أنا دكتورة إسراء جمعة MGD-FMFD Master of Oral Medicine Diagnosis and Maxillofacial Radiology Course Director at Master Key Academy الزمالات البريطانية. إزيكم يا دكاترة؟ دي تاني محاضرة من المحاضرات الفري اللي وعدناكم بيهم الفترة دي. أول محاضرة كانت محاضرة Medical Emergencies in Dental Practice، والمحاضرة دي Basic Diagnostic Skills. الحقيقة إن العنوان ده ممكن تلاقوه في أي كتاب كويس أو حتى كتاب ضعيف، ممكن تلاقوه في كتب الجامعة بتاعتكو، ممكن تلاقوه everywhere، يعني مش حاجة سحرية. وأنا مش جاية أقدم معلومات advanced وفظيعة وبديعة. ليه؟ أعتقد دي بداية كويسة جدا تخليكوا تعديلوا عن حضور المحاضرة وتشوفوا لكم حاجة مفيدة تعملوها تاني بالنت. يعني شفتوا دعاية ما حصلتش للمحاضرة، لأن أنا فعلا مصرة إن في مشكلة في البيزكس، في مشكلة كبيرة جدا في البيزكس. أنا طول الوقت بيتبعت لي منكم حالات، الحالات دي ممكن تبقى على السوشيال ميديا، ممكن بتبعتها له العيادة، ممكن بتبعتها له الجامعة، باختلاف بقى دكاترة جي بي أو دكاترة سبيشاليست، دكاترة بقالها سنتين بتشتغل أو دكاترة بقالها 10. الظاهرة العامة، وطبعا دي مش حاجة أنا مش بجدج عليها، مش بقول إيه الناس وحشة والكلام ده كله، أنا بقول إن السيستم كله بما فيهم أنا عندنا مشكلة، عندنا دروب في الحته دي. يبقى صح ان السيستم يحاول يصلح نفسه. احنا كناس شغالين في الايديوكيشن بالذات، احنا غلطانين في الجانب ده، ان احنا بقينا بنديكوا القصص دي من باب السرد. الدياجنوزس بيتاخد من باب السرد، من باب ان انا بحكي لك حكايه حلوه، من باب ان انا بقول لك المعلومات دي يبقى اعرفها. في حين ان I believe ان في مشكله كبيره جدا في الهيستوري وفي ان ازاي افرق انا مفروض اعمل ايه امتى. احنا اولا عندنا قصة ان الناس مش بتتخيل ان ده everyday practice. هو شايف ان لما تبقى تجيله كسم كالكاع مثلا في الميديسن يبقى يعمل الشويتين اللي انت بتقوليهم، في حين ان ده everyday practice لازم يتعمل، وده بروتوكول في كل دول العالم، وبروتوكول عندنا كمان، بس للأسف احنا مش عارفين نطبقه، ودايما عندنا deficiency في تطبيقه. الجولز او الاهداف اللي انا عايزه اخرج بيها من المحاضره اللي انا شايفه انها very very basic و very very important لاي حد عايز ينقل مستوى العياده بتاعته لليفل تاني، ويعرف ان ده حاجه تتمارس كل يوم، مش مجرد لما تجيلي كسم كالكاع مثلا، ده تخيله يعني. انا عايزك تعرف ان ده everyday practice، وادعي ان يمكن النهارده هتكلم من وجهه نظر كلينيشن بيمارس المهنه، مش حد بتاع دياجنوزس وميديسن. لان انا قبل ما اكون اكاديميك انا قعدت سنين كلينيشن. الحاجه الثانيه، you have to make your own scenario not your patient scenario. بمعنى ايه؟ البيشنت بيحكي لك قصه. للاسف ان البيشنت بيحكي قصه من وجهه نظره. يعني هقول لك مثلا، دكتور انا طلعت لي ليجن دي، او طلعت لي الحاجه دي في بقي، او طلعت لي القرحه دي، او السنه دي بتوجعني لما كلت كذا. لما كلت كذا دي قد تكون مرتبطه وغير مرتبطه بيها، وده كتير جدا بيحصل معانا، لان مش البيشنت عايز يكذب، البيشنت مش دكتور. فللاسف اللي بقيت اشوفه في اجيال كتير دلوقتي، وعلى فكره مع اختلاف الاعمار، يعني بقيت اشوف الحكايه دي، احنا بناخد الكلام من البيشنت وما بنعرفش نترجمه لساينتفك تير، وما بنعرفش نترجمه لديفرنشال دياجنوزس اقدر اميز بيه او مشكله للاسف يعني. والبيشنت في اللقطه دي بياخدنا ليترلي، يعني بالبلدي كده بالمصري كده، غسيل ومكوى. حلوه كده. بياخد، هو مش قاصد، لكن ده اللي بيحصل. هو بياخدك يقعد يحكي لك في قصص وانت ما بتعرفش تكرييت يور اون سيناريو. فانا عايزه الناس تبقى عندها هدف ان انا مهما اتقال لي انا هاخد منه كل المعلومات اللي عنده عشان احطها في السيناريو اللي انا فاهمه في الطب، مش اللي هو بيقوله. مش عايز اقول كميه البيشنتس اللي تبعت لي، وخاصه بقى دلوقتي والناس قاعده في البيت مش لاقي حاجه تعملها، فالناس تبعت لي تقول لي دكتوره انا لقيت طلع لي الحاجه دي، اللي هو لقى ان عنده مثلا تنك وما كانش عارف ان عنده لسان، فتفاجئ. انا مش، صدقوني انا ما بهرجش، انا بقول لكم ان انا حاجات بالنسبه لك انت عارف انها نورمال، بس ما تضحكش عليه عشان هو مش عارف ان دي حاجه دي نورمال. اوكي، لكن اللي زعل بقى لما دكاتره تبعت لي الكلام ده وما تبقاش عارفه انها نورمال. عايزين نخرج بمايند ماب. انا مش جاي اعلمك ديفرنشال دياجنوزس في ساعه او ساعه الا شويه، دي حاجه بتاخد سنين او عايزه كورس كبير يعني. لكن انا جايه اتكلم على ان يبقى عندك مايند ماب كده، ان ازاي، او ماب في دماغك، ازاي امشي سيستماتيك في الدياجنوزس، ازاي امشي سيستماتيك من اول الهيستوري لحد الاكزامينيشن والانفستيجيشن، على قد ما اقدر تبقى حاجه بسيطه ومبسطه. Do you think you know what are your goals اللي حضرتك
ماشي وراها. دي نقطة مهمة جدا. احنا اوقات بنسأل العيانين في هيستوري، او نبقى العيان مثلا بسأله معلومات مش عارف انا مستفيد منها ايه، بس انا بسألها وخلاص. ولقطة تانية، لا ده انا ما بسألش الأسئلة المهمة. عارف لو انت حاطط قدامك، لا وده هيجي منين بقى؟ ده هيجي ان انا عندي العلم الكافي والقرايه الكافيه، لان اوعى تفتكر ان ده هيجي بالاكسبيرينس بس. لازم يكون عندي النولج الكافيه ان انا حاطط قدامي تارجتس جولز. انا لما راجل جاي لي بوجع في اسنانه، طيب انا بفكر في ايه؟ بفكر في 1 2 3 4. يبقى انا لازم اسال الاسئله اللي اجاباتها هتوصلني لاختيار من دول. ما ينفعش ان انا ابقى سايبها مفتوحه على البحري كده ومنتظر ان انا اوصل لدايجنوزس. انا لازم يبقى عندي نوليدج، النوليدج دي اخرها ابواب، الابواب دي انا عارف الاسئله اللي هتوصلني لكل باب. يمكن كلامي دلوقتي يبدو ان انا بحكي حكايه بائسه، بس قدام شويه هيوضح اللي انا عايزه اقوله، او اي هوب سو، او هذا ما ادعيه. فخلينا نبتدي مع بعض ونتكلم على اول جزء في الدايجنوستيك سكيلز اللي لازم تكون عندك. هيستوري تيكينج. الهيستوري اللي احنا بنتخيل ان انا لما هسأل المريض سؤالين ثلاثة هنهي القضية. طبعا انواع الهيستوري زي ما بقول لكم هتلاقوها في اي كتاب بيتباع بثمن رخيص حتى مش غالي، ميديكال هيستوري، دنتال، وسوشيال هيستوري. انا ممكن اقعد من هنا لبكرة الصبح اكلمك عن اهمية الكلام ده، لكن خليني اوريكم كيس من الكيسز اللي لفتت نظري. ويعني انا بتاعت ميديسن وكنت متضايق قوي ان احنا بناخدش بالنا من التفاهات دي بما فيهم انا، او احنا متخيلين انها تفاهات. منظر زي ده في البقه الميكوزه بتاعه البيشنت مش حلو، مش لطيف، والبيشنت عنده بين ومتضايق ومش عارف ياكل، واحنا مش عارفين البيشنت حصل له الوضع اللي شكله غريب ده ازاي. حاجه شكلها غريب شويه، حاجه شكلها تخض. لو انا باخد هيستوري عادي جدا للحاله دي، الحاله دي جايه لك، هي هو حاسس ان هو فلت التشيكس بتاعته فلت ديفرنت فريم بفور، وده اللي انا بقول لكم عليه. حاسس انا مش انا يا دكتور، عارفين المشهد ده بتاع محمود عبد العزيز، انا مش انا. الشكوى دي بيجي لنا كتير جدا، وفي بعض الاوقات طبعا بيبقى البيشنت بيقول اي كلام، وفي بعض الاوقات بس البيشنت مش عارف يقول لك الساينتفك تيرم بتاعها، مش عايز يقول لك ان هي حاجه بيزار موجوده، مش عايز يقول لك there is change, a kind of a change in the texture or in the consistency. الراجل مش عارف يكلكعها كده، اوكي. انت اللي دورك بقى تكلكعها literally. انت اللي دورك تسمع منه وتعرف تقول له ايه اللي ممكن يخلي احساس البني ادم متغير ببقه. يعني ايه احساسه متغير؟ هل لازم الاحساس يكون تيست؟ مش شرط. ففكره ان احنا نترجم الحاجه للساينتفك دي حاجه مهمه قوي يا دكاتره، ولازم نتعلمها، ومش هتعلمها لو انا عندي نوليدج اصلا. فقوم قال لا ان الموضوع ده يكون عنده كانسر، انت كنت راجل محترم وخدت منه هيستوري وعرفت ان هو عنده هايبرتنشن وبياخد ادويه كابتوبريل ماريفان سكترال. انا كل ده الرغي اللي انا برغيه ده، this is real life situations. مفيش عيان بيجي لك خالص مخلص كده، دايما يجي لنا عيان عنده مشاكل كذا وعنده مشاكل كذا. الاورال هيجين اللي احنا عاده اخرنا نسال الراجل فيها، do you brush، بتغسل سنانك، عندك فرشة سنين اصلا، تبتدي تساله الاسئله دي متخيل ساعتها انك راجل عظيم. بصوا لما سالنا هيستوري اكتر ان ديتيلز، الراجل ده عنده حساسيه من السينمون، الراجل ده كمان بيبطل سجاير، فعلى اثر انه بيبطل سجاير طول النهار بيبلبع ايه؟ طول النهار بيبلبع منتوس. جس وات، المنظر اللي قدامنا ده مش حاجه مرعبه زي ما انت متخيل، دي طلعت بيرنينج او بيرن من المنتوس، النعناع اللي عمال يبلبع فيه. لو انا ما اهتمتش بافري ديتيلز يا دكاتره، انا كان ممكن اوصل ان انا اخد بايوبسي. انا بكلمكم بامانه، انا كان ممكن اوصل ان انا لو ما كنتش عارفه الحاجه دي ايه، وخاصه هي ما كانتش بتوجع قوي، انا كان ممكن اوصل ان انا اخد بايوبسي مع البيشنت ده، وافكر ايه الوضع فيها ايه، طب هي عامله كده ليه، لو انا مش مهتميه بافري سنجل ديتيلز. فاوعى تفتكر حته ان انا ما اسالوش بيشتغل ايه مش مهمه، اوعى تفتكر ما اسالوش بياكل ايه وبيشرب ايه كتير مش مهمه، اوعى تفتكر ان التيبس الصغيره زي مثلا ايه المعجون الاسنان اللي بتستخدمه، انا لازم اكتب اي معجون سنان البيشنت بيستخدمه واكتبه عندي واقول له لو كان بيغير اكتر من نوع، لان ايفري ثينج بيحتك بيه البيشنت الفتره دي بتبقى قضيتي. طيب الميديكال هيستوري بقى، الميديكال هيستوري ده انا يعني شايفة ان اي حد هيحاول ياخد ميديكال هيستوري من غير شيت عنده في العيادة، سواء الشيت ده ورق مطبوع اوكي، او سواء حاجة ديجيتال، ودلوقتي كلنا بيبقى عندنا الكمبيوترز والايباد والتابلت في العيادة، كلنا رافعين عليه سيستمز، من غير فايلينج سيستم محترم ومن غير شيت محترم للميديكال والدنتال والسوشيال، وخاصة الميديكال هيستوري، لان اسئلته كتير وهتنساه.
اول ما هتتخرج هتبقى فاكر، فتقول انت عندك اي امراض، انت عندك ضغط، انت عندك سكر، انت عندك كذا، فبتبقى فاكر لك كام سؤال. يعني هم شهرين في الوحده الصحيه، يعني هم شهرين ماكسيمم 6 شهور كده، ده اذا جبتهم يعني 6 شهور بهذه وانت هتنسى اصلا السؤالين دول، وهتساله سؤال واحد تشتكي من اي حاجه عم الحاج وهتخلص على كده. هم 10 سنين في العياده ومش هتفتكر تساله غير وانت مقعده على الدنتال شير، يا ريتك هتساله على المكتب. فعشان احافظ واعمل ستاندردز عندي في العياده، خلي عندك شيت، لازم لازم يكون عندك شيت. وي دو نوت تريت سترينجرز، انا بحب الكلمه دي جدا، احنا مش بنعالج ناس غرب عننا. بمعنى ايه؟ مش كلهم قرايبي ومعارفي، بغض النظر ان احنا هنبتدي نعمل كده قريب بسبب كتر دكاتره الاسنان، هنعالج معارفنا بس، بس مش دي القضيه. القضيه ان انا البني ادم ده مجرد ما دخل ما بقاش غريب عني. مش هيبقى غريب عنك امتى؟ الا لما اعرف عنه كل حاجه. انا عايز اعرف عن البيشنت ده اكتر من المدام ما تعرف. ليترلي انا بسال في تفاصيل. اوقات البيشنتس بيبقوا عايزين يعني ايه يبصوا لي كده يقولوا لي ايه الحاجات اللي انت بتساليها دي. فاعمل حسابك ان اول مره دي هي المره اللي هتخلي البني ادم ده مش غريب عنك. لكن بعد جلسه واثنين وثلاثه حضرتك تيجي تراجع ان هو مش عارفه عنده ايه في وشه، ولا طلع له ايه، لا كذا، لا 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 لا. فحط الكونسبت ده عندك. وي دو نوت تريت سترينجرز. خليك سبيسيفيك، خليك سبيسيفيك، واعرف انت بتاخد ميديكال هيستوري ليه. ده اللي انا لسه كنت بقول لكم عليه من شويه. بمعنى ان انا المفروض باخد ميديكال هيستوري عشان السيفتي اوف ذا تريتمنت، عشان اعمل لنفسي وللبيشنت ده اسسمنت للسيفتي بتاعه الدنتال تريتمنت اللي انا بقدمه. باخد ميديكال هيستوري عشان في سجستنج ساينز مهمه جدا ممكن اشوفها كدكتور اسنان ما حدش غيري يشوفها، توجهني ان المريض ده عنده مشكله محتاجه مساعده. ما حدش غيرنا تقريبا بيفتح الاورال كافيتي بالطريقه اللي احنا بنفتحها. فالاورال كافيتي 95% تقريبا، وهنتكلم على الكلام ده دلوقتي حالا، يعني 95 ده رقم to be honest مبالغ فيه، لكن شفتها كتير في بعض الريفيوز، وشفت من 70 لحاجة و70% بتتكلم من السيستيميك ديزيز عندها أورال مانيفستيشنز. فمحدش غيرك هيشوف الأورال كافيتي بالطريقة دي، محدش هيبص له البصة دي، أوكي؟ فدورك كمان إن أنا كمان باخد ميديكال هيستوري وببص كويس قوي عشان في suggesting signs أحمي بيها المرضى بتوعي، وده مسؤوليتك as a health professional. مش بس كده، مش بس safety of the treatment وsuggesting signs، لا كمان عشان لو في اي modification للtreatment للpatient يتقدم دلوقتي صح. مش يعني مثلا لو البيشنت ده كان الاحسن ان احنا نعالجه في مستشفى، لو البيشنت ده كان احسن ان احنا ما نعالجوش خالص، فكره الموديفيكيشنز لا، هغير له حاجات في الادويه بتاعته، لا هغير له حاجات في شغلي انا، دي فكره تطرح من الاول مش في النص بعد ما احس ان انا احتست. خليك سبيسيفيك. بمعنى ايه؟ في غلطه شهيره بقى، انا دايما اللي بعت لي يقول يا دكتور انا سالت البيشنت والله، وبيقولها لي بمنتهى البراءه كده، سالت والله يا دكتور وما قاليش. واول ما البيشنت يجي لي اساله سؤالين، الراجل اللي يرد عليا اكلم الدكتور اللي بعت لي الحاله، قلت له على فكره ده طلع كذا وكذا وكذا، يقول لي ايه ده ما قاليش، ويلقي اللوم على البيشنت. انا اسفه، انا اسفه في اللي انا هقوله دلوقتي. This is your own mistake every single time. زي دكتور المرضى بتكذب، ما تقوليش كده المرضى بتكذب. لا، لو انت عندك زي ما بيقولوا كده شغل المخبرين بتاع سيستماتيك ابروتش، ان انت بتاخد هيستوري صح وبتجيله هنا، وعندك شيت بتكرر السؤال بطريقه والتانيه والتالته، يعني 90% من البيشنت هيقول الحقيقه. بكونسبت انا 3/4 الحالات فعلا اللي جات لي انا محتاجش ابذل اي مجهود، محتاجتش ابذل اي مجهود، مجرد ما اسال اسئله مش عشان انا فظيعه وبديعه، عشان عندي سيستماتيك ابروتش، عشان عندي شيت بمشي بيه مع كل العيانين مهما العيان زهق مني، مهما العيان ما كانش عاجبه، اوكي؟ الحاجة التانية، ما تبصش للبيشن دايما هو بيحاول يكذب، بغض النظر ان في بيشن بتعمل كده، بس ياريت دي ما تكونش اول طلعة، لان احنا عايزين نبني ثقة ما بيننا وما بين المريض. فخليك انت بتدي الاول بالخير، المريض مش بيكذب، المريض مش دكتور، انت الدكتور، اوكي؟ فلما تبقى تيجي تسأل البيشنت وتقوله عندك مشاكل في القلب، البيشنت مثلا معلوماته يعني ان هو مثلا انت بتساله ان عنده ثقب في القلب ولا حاجه، فلو ما كانش عنده ثقب في القلب مش هيقولك عندي مشاكل في القلب. لو البيشنت عنده مشاكل في القلب وانت قلت له حضرتك عم تشتكي من حاجه في القلب، يقولك لا لا ما بشتكيش من حاجه. هو مش عارف ان الضغط من احد مشاكل القلب، هو مش فاهم كده، مش فاهم ان دي مشكله ليها علاقه بالكارديوفاسكولار، فهو مش بيكذب لكن هو مش فاهم كده. فانت تسكيب الموضوع وممكن ما تسالش على الضغط مثلا. يعني البيشنت مثلا لما تيجي تساله حضرتك عندك اي مشاكل او اي امراض جلديه مثلا، يعني برضو المريض متخيل مرض جلدي حاجه بقى سيريس، وده طبع المرضى يتخيل انها قصدك حاجه مهمه، وخاصه ان هو شايف انك دكتور سنان، يعني ايه البيج ايشو اللي انت عامله، وطبعا ده تقصير كبير مننا يعني.
ف يعني ما كانش يبقى ابو رجل مسلوخه ذات نفسه مش هيقول لك ان هو عنده مرض جلدي، ومرض جلدي ومش فاهمش، لكن انا اساله، فلازم اكون انا سبيسيفيك في الاسئله، اقول له طلع لك حاجات مثلا في ايدك او في رجلك في المكان ده، في حاجه ظهرت على ظهرك، في حاجه بتاكلك، حصل قبل كده حسيت ان الجلد زي خشن كده، يعني انا بخليه سبيسيفيك يفهم يعني ايه المشكله. وفي مرضى كتير بتخاف من الكلمه اللي انت بتقولها، لما تيجي تقول له انت عندك مرض جلدي يقول لك لا لا الحمد لله انا سليم، بيخاف مثلا انت تفتكر ان هو عنده حاجه معديه عايز تطرقعه، وللاسف كل ده بتبقى احنا السبب الرئيسي فيها. تيجي تقول له مثلا انت دخلت مستشفيات قبل كده، عملت عمليات قبل كده، يقول لك لا لا الحمد لله لا لا لا، وهو مثلا عامل 60 عمليه، ولما اسال كمان شويه يجاوب ليه؟ ما هو برده مش قادر يفهم اهميه الموضوع بالنسبه لك. ثانيا، عيانين الامراض المزمنه، بص بتاخد اي ادويه؟ يعني يحلف 100 يمين ما حصل. العيان ده ممكن يكون بياخد الدواء بتاعه ده بقاله 30 و40 سنه، الدواء ده بقى جزء لا يتجزأ من حياته. وانا وقعت كتير في المشاهد دي عشان كده بنقلها لكم. فالبيشنت اللي يجي يقول لك اه لا قريب كده بس الدكتور كتب لي على فيتامينات، ايه ده؟ وما قالش على دواء السكر والضغط والليبيدز والدهون والبتاع اللي بياخده بقاله 30 سنه، هو قال لك على الحاجه الجديده اللي متخيل انها ايه، اصل ده مش طبيعي، لكن الطبيعي اللي هو فيه. فلازم اساله بتاخد اي ادويه؟ معلش بتاخد اي ادويه لاي حاجه في القلب؟ حضرتك بتاخد اي ادويه للسكر قبل كده؟ حضرتك قبل كده اتشخصت باي مشاكل بكذا؟ حد من العيله عنده مشاكل كذا؟ فده مش هيجي غير لما يبقى عندك شيت بيحترم نفسه. اوكي، عشان كده انا في شيت احط لكم اللينك بتاعه موجود هنا، واحطه ان شاء الله في البوست بتاع الامريكان دنتال اسوشيشن، ممكن تطبعه. على فكره مليانه شيتس بتاعه الميديكال هيستوري، عباره عن ايه؟ علامه الصح والغلط الشهيره. لو انت شايف ان الموضوع ده هيعطلك في العيادة، انا بقولك ان الموضوع ده هينقل عيادتك لحاجة تانية. اول حاجة لازم الشيت ده يتعمل اول جلسة مع البيشنتس، ان شاء الله نقعد فيه اول مرة نص ساعة، وكل مرة تطلعه بس تشيك عليه وتكتب لنفسك نوتس قدام شوية. ولو انت بتتعامل مع بابيليشن مثلا نوعا ما هيقدر يتفهم حاجة زي كده، تقدر تطبع نسخة منه بالعربي وتعدلها. مش لازم يا سيدي النسخة اللي بالعربي تبقى كلها نفس الكلام اللي عندك، وتسيبها بره للبيشنت بحيث ان البيشنت يملى وانت تملى، وتقارن ما بين الكلام بعد كده وتشوف. دي هتعملها وانس اند فور اول، وهتتجدد بعد كده 5 ثواني وخمس دقايق. ليه بعمل كده؟ بعمل كده عشان اكسبكتنج بعض المشاكل اللي ممكن تحصل عندي لو ما عملتش كده، زي الميديكال ايمرجنسيز اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. ابقى متوقع الازمه، متوقع ان البيشنت يجرى له انجين لو عنده كاردياك ديزيز، متوقع ان البيشنت ممكن يبقى عنده أدوية بياخدها، متوقع أن البيشنت يبقى عنده حاجات هتأثر على دنتال تريتمنت بتاعي. عشان أسمرايز الموضوع في دماغي كده، أهمية أن أنا أخد الميديكال هيستوري هتتلخص في إيه؟ هتتلخص زي ما قلت لكم في فكرة أن أنا هقدم له خدمة أو هقدم له تريتمنت. لازم أكون عارف التريتمنت ده تناسب معاه ولا لا، السيفتي بتاعت التريتمنت. هتتلخص ان الراجل ده ممكن يكون عنده ساينز مهمه وحاجات مهمه لبعض الامراض وانت اول واحد تشخصها. هو اصلا انا بشوف ايه في الاورال كافيتي؟ انا يا بشوف هارد تيشو يا سوفت تيشو، وقضي الامر. خلاص، هارد تيشو ايه بعض العلامات المهمه اللي في الهارد تيشو اللي ممكن تقول لي خلي بالراجل ده ممكن يكون عنده مشاكل او عنده حاجات صحيه انا ممكن لازم اخلي بالي منها انها هتاثر عليه في المطلق، او الادويه اللي بياخدها او الحاله الصحيه اللي عندها هتاثر ازاي على الهارد تيشو؟ بطريقه ابسط من كده، هتأثر لك عندي على السنين، ممكن المشكلة اللي عنده دي عاملة له ديسكلاريشن للسنين، بياخد أدوية معينة مثلا من وهو صغير وعنده حاجة كونجينيتال. هتأثر لي على الأسنان إنها ممكن تكون الأدوية دي بتعمل لي إروجن في السنين مثلا، أو بتأفكت عليها بشكل معين أدوية الأسيديتي بتاعتها، أو المرض نفسه زي الريفلكس أو الارتجاع مأثر على الأسنان وعامل لك إروجن، والإروجن بقى من المشاكل الإيمرجن جدا دلوقتي جدا جدا. يعني كان زمان نقول إن التروما والكارز مثلا في اليونج ايج وفي المراهقين والحاجات دي اكثر انتشارا، لا دلوقتي الايروجن بسبب طبيعه اللايف ستايل ضارب جدا، فلازم ابقى عارف ايه الحاجات اللي تسببه من الامراض. طب لو عندك سوفت تيشو، ممكن ايه الامراض تظهر لك ازاي في السوفت تيشو؟ ممكن البيشنت يبقى عنده مشكله في الفانكشن في السوفت تيشو، زي الدراي ماوث، زي مشاكل التيست التريشن، دي المرض يعملها، يعني المرض يعمل حاجه زي كده، والادويه اللي بياخدها تعمل حاجه زي كده. طيب عندك ايه تاني سوفت تيشو ممكن يحصل بالور او تشينجز في الكالر بتاعتك؟ يا اما المرض نفسه زي مثلا الانيميا، زي مثلا الهيباتايتس، او ممكن الادويه اللي بتاخدها هي تكون العامله له الانيميا او المشكله، مش لازم تكون الكونديشن، لكن ده اللي بيحصل برضو في السوفت تيشو. السوفت تيشو ممكن يحصل فيه انلارجمنت زي الجينجيفال انلارجمنت، الجينجيفال اوفر جروث، ادويه كتير جدا بتعمل ده واشهرها ادويه الضغط.
بيجمنتيشن بقع ايه ادويه كتير جدا بتعمل بيجمنتيشن، عندنا امراض مزمنه وامراض مناعيه كتير الادويه بتاعتها بتعمل بيجمنتيشن. ففكره انا بفكر في ايه وانا براجع مع البيشنت الكونديشن بتاعته او الادويه اللي بياخدها، عندك هارد وسوفت تيش عشان نرخص الموضوع ده، عندك اسنان كود بي افكتد، عندك بون ممكن يبقى افكتد زي النكروزس واللي ممكن تعمله بعض الادويه طبعا زي الكيموثيرابي زي اشهرهم الانتيزوبتيف بيسوسفونيت، وعندك السوفت تيشو ممكن يبقى فيه بيجمنتيشن، ممكن يبقى فيه التريشن في الفانكشن، ممكن يبقى فيه التريشن في الشيب ممكن او الشكل بتاعه، ممكن يبقى فيه زي الجينجيفال هايبربليجيا، وممكن يبقى فيه تغيرات في السوفت تيشو بتاعتك من حيث التيست او من حيث الفانكشن. فانت بتفكر بطريقة سيستماتيك ان انا عايز ايه من الحاجات اللي انا بسألها. عندنا امراض كتير ممكن تطلع لك بتزود الليابيليتي عندي للانفكشن زي الكانديدا الانفكشن، زي الناس اللي عندها رينال ديزيز ده بوب الاميونو كومبرومايزد، زي الناس الديابيتك. اوكي عندنا امراض كتير بتعمل او ادويه او مشاكل زي مثلا لا قدر الله الماليجنسيز او الحاجات دي كلها بتعمل لك سبونتينيوس بليدنج من الجمز. عندك حاجات زي ادويه الضغط وادويه الانتي ايبيليبتيك وادويه الاميون سوبريسيف، كل دي بتعمل جينجيفال هايبربليجيا. عندك مشاكل الانيميا ومشاكل الرينال ديزيز ومشاكل الجي اي تي ديزيز، اي مشاكل في الامتصاص هتاثر بشكل او باخر على التنج، تعمل لك جلوسايتس، تعمل لك افثس السر، الجينجيفال الارجمنت اللي لسه متكلمين عليه. فيعني تقريبا كده مفيش ديزيز او سيستم الا وليه سورت اوف بطريقه ما، وبالذات انا بتكلم على الكرونيك ديزيز على الامراض المزمنه، الا بطريقه ما المرض او الدواء بتاعه لازم يكون ليه تاثير عندي. يوريميك ستوماتايتس الشهيره اللي بتيجي عندي مع زياده اليوريك اسيدز في الناس اللي عندهم رينال ديزيز، السلايفا بتاعت حضرتك بتكسر اليوريك اسيد اللي موجود في الاورال كافيتي وبتطلع امونيا، ريليسنج الامونيا اللي بتعمل المنظر ده، اللي انا لو متاكده ان المنظر ده ظهر لاي حد فينا اول كلمه هتتقال اللي هي بتنكد عليا جدا مثلا يقول لك ليكوبليكيا، مع ان زي ما اتفقنا قبل كده ان ليكوبليكيا نوت ا دايجنوزس. اوكي ليكوبليكيا وين ذير از ا فيلير اوف ذا دايجنوز، خلاص ما عنديش سبب ان انا اشخص. انما دي اسمها يوريميك ستوماتايتس، دي كونديشن شهيره بتيجي مع مين؟ بتيجي مع رينال ديزيز لما يزيد اليوريك اسيد في الاورال كافيتي. فكره البليدنج ان انا ممكن الاقي بليدنج عند البيشنت، البليدنج ده ممكن يكون حاجه بسيطه جدا وممكن يكون بليدنج ديس اوردر وممكن يكون رايح في سكه الماليجننسي. فان انا الاقي في بليدنج موجود عندي مش لازم يكون حاجه زي الجينجيفايتس بس، ممكن يكون في حاجات تانية زي بليدنج ديس اوردرز شهيره ولا قدر الله زي الماليجننسي. برضو عندي حاجات كتير بتافكت على البون، الهارت تيشوز اللي احنا لسه بنقول عليه، منظر زي ده لما نشوفه حاجه زي كده ده مع الهايبر باراثايرويديزم لما تبتدي تسحب كالسيوم من او مينرالز عندي تبتدي تسحبها من العظم وتبتدي تعمل لك المنظر بتاع البراون تيومر اوف الهايبر باراثايرويديزم. يو هاف تو نو، يو هاف تو اسك عشان تعرف، عمرك ما هتوصل من غير ما تسال وتكون سبيسيفيك. وده اللينك اللي انا قلت لكم عليه بتاع الامريكان دنتال اسوسيشن الهيستوري الهيلث هيستوري فورم، الحاجات اللي بحبها جدا ومش شرط تستخدمها كلها، انت ممكن تنزلها وتعمل اديتنج بما يتناسب مع عيادتك ومع شغلك. وفي امثله كتير جدا لاورجانيزيشنز كتيره جدا بتنزل شيتس تقدر تفيدك، بس ميديكال هيستوري وذاوت شيت از يعني طريقه سيئه جدا ان انت تتعرف بيها المريض. أسوأ طريقه تعرف بيها المريض تتعرف بيه بقيه من غير شيت. خلي الكلام رسمي يعني، خلي الكلام رسمي. ليه مهم برضو ان انا اعرف الميديكيشنز؟ لسه شايفين الكلام ده عشان بس انا بحب الناس تبقى مجمعه افكارها بان انا مش شايفاكوا قدامي، فبحب ان انا ابقى كاتبه الكلام اكتر. الاورال مانيفيستيشنز والانتراكشن، يعني انا دايما لما بسال بيشنت انت بتاخد دواء ليه؟ عشان حاجتين بشكل رئيسي، عشان ان الدواء اللي واخده ده ممكن يكون عامل له اورال مانيفيستيشنز، اوكي لايك نود ريكشن مثلا، جينجيفال هايبربليجيا مثلا، دراي ماوث مثلا، لسه قايلين الكلام ده، او انه يكون بياخد ادويه انا وانا جايه اكتب حاجات تانية انا خايفه منها. اوكي طيب ده هيجي ازاي بقى؟ عشان انتوا دايما بتبقى عندكم احساس ان احنا المفروض نبقى عارفين كل الادويه اللي في الدنيا، عشان انا يا دكتوره لما اجي اكتب حاجه افويد الانتر اكشن. لا الحقيقه ده مش صحيح. الصح ان لازم يكون عندي دراج ريفرنس في العياده. اوكي
drug reference. drug reference انا قبل كده اتكلمت عليهم وكتبتهم في بوست وهجمعهم تاني. الدراج ريفرنسز اللي انا بحبهم عن نفسي ال ADA American Dental Academy drug references, الموزبي. اوكي الموزبي ده سواء الطبعه ال 12 او ال 13, موزبي دنتال اند دنتال براكتس او دنتال دراجز, عباره عن ايه؟ عباره عن قاموس, عارفين كده مترتب الفابيتيكال بكل الادويه اللي في الدنيا, وكل دواء مكتوب هو بيعمل ايه, والادويه اللي بتعمل معاه انتر اكشنز, وعلاقته بيك في الاسنان ايه, لان هو خاص بيك في الاسنان, وعلاقته بيك في الاسنان ايه, يا ترى هيضرك في حاجه, يا ترى ليه اورال مانيفيستيشن في الاسنان, يا ترى ليه انتر اكشن مع ادويه شهيره بنستخدمها في الاسنان. فانا شايفه ان ده لازم يكون في درج المكتب. اوعى تفتكر انك هتحفظ كل الادويه ولا انك هتبقى عارف كل الانتر اكشنز, لكن انا بحط عندي الدراج ريفرنسز وبطلعه لما احس ان انا مش عارف الدواء ده ايه. بس هو ما صحش بصراحه ابقى مش عارف مثلا الانتر اكشنز بتاعت الوارفرين, ما صحش مثلا ابقى مش عارف الانتر اكشنز مع ادويه السكر الاورال هايبوجلايسيميك كلها. يعني في حاجات كده لازم تبقى حاططها عندك في ورقه ومذاكرها وعارفها. يعني في حاجات اساسيات زي ادويه البلاد ثينرز وزي ادويه الضغط, ادويه السكر, احنا بنتكلم على حاجات كومن كل يوم هتشوفها, فتعرف اكتب معاهم ايه وما اكتبش معاهم ايه, او اتليست تجيبها من الناحيه الثانيه. انت بتحتاج تكتب ايه؟ بحتاج اكتب انتي بايوتكس, بحتاج اكتب انالجيسيك, بحتاج اكتب انتي فانجل, بحتاج اكتب ماوث ووشز. اوكي الحاجات دي بشكل رئيسي اللي انا محتاج انتي فايرال خلاص, توبيكال مثلا انالجيسيكس او توبيكال ستيرويدز. طيب الحاجات دي اللي بحتاج بكتبها بشكل رئيسي, اعرف امتى ايه الادويه الرئيسيه اللي ما ينفعش اكتبها معاه. يعني يا سيدي انت مش تحفظ كل الادويه الناحيه الثانيه, بس اتليست عارف ادويتي انا تكتب امتى وما تكتبش امتى. وفي الادويه الناحيه الثانيه اخلي عندي الريفرنس في الدرج بتاعي. ما فيش حد في الدنيا هيحفظ كل الميديكيشنز اللي الناس بتاخدها, لكن مهم ان انا يبقى عندي دراج ريفرنس, مهم ان انا يبقى عارف الانتر اكشنز الرئيسيه. ومش قصه انا مش بتكلم على الانتر اكشن بقى ان احنا فارما, لا لا لا, انا بتكلم على ده ما ينفعش يتكتب مع ده, انا مش مهمنيش اكتر من كده. اصل في ناس اوقات بتدخل نفسها في علم لا ينفع بالنسبه لها. اوكي طيب عرفنا احنا مين نكتب قصه الادويه دي, وزي ما بقول لكم لسته طويله جدا, او اتكلمنا عن جزء بتاع الميديكال هيستوري والادويه. اكزامينيشن, وصلنا بقى لمرحله الاكزامينيشن. الاكزامينيشن بيبتدي from the first sight, عارفين كده حب من اول نظره. هو بالظبط كده, من اول ما البيشنت يدخل عليا لازم الكلمه اللي على مهلنا زمان واحنا بننساها, وكل ما الواحد بيكبر كل ما بيعرف اهميتها, جنرال لوك, عارف النظره العامه دي. ما ينفعش يبقى عمال اسال البيشنت الالم بيجي لك مع السائع والسخن وهو واخد سكار في وشه من ودنه لودنه الناحيه الثانيه, ما ينفعش, يبقى انت بتهرج. يبقى انت مش دكتور كده. اوكي ما ينفعش يبقى البيشنت داخل عليا بيعرج, ولا البيشنت داخل عليا عنده عين بتقفل اكتر من عين بطريقه ملفته جدا, او مش سامعني كويس, وانا مصر اساله حضرتك يعني معلش طب بتستخدم الفرشه كم مره في اليوم؟ يعني ما ينفعش. ليه؟ اوقات البيشنت بيبقى متضايقين مني, انا اوقات بسال البيشنت اسئله بعايز يقول لي يا ست اللي انت بتساليه ده, بس يو هاف تو بي ذات رود يعني سام هاو, انا اسف جدا انا هسالك في الكلام ده وكذا, بس انا لازم اسال هو ايه ده. انا اوقات من كتر ما انا بنسى ان انا اقدم لنفسي, من كتر ما الموضوع بيبقى بالنسبه لي شاغلني, بس ممكن اقول له هو ايه اللي في وشك ده, بتبقى بطريقه مريبه شويه, بس وهتتفاجئوا من الحاجات اللي بتلاقوا ما بينها لينكس, وهتحس قد ايه ساعتها باهميه الكلام ده. شوفوا انا بقول لكم من قلبي, لان قد ايه انا حاسه باهميته. بيشنت جاي لي وبيتابع معايا والاقيه خس مره واحده, ازاي ما اسالش البيشنت انت خسيت كده ازاي؟ والله يعني بقى انا عملت عمليه, اصلا دكتور بنزل الجيم. اوكي بس اتليست انا لازم البيشنتس بتوعي ابقى عارف شكلهم عامل ازاي, ولو شكله اتغير اخلي بالي. لما اجي ابص اكسترا اورال في حاجات مهمه لازم اكون عارف اعمل لها اكزامينيشن, زي الليمف نود, سليفر جلاند, تي ام جي, لازم اكون عارف اعمل اكزامينيشن. وتو بي اونست هتكلم عليهم كمان شويه ايه الحاجات اللي مش لازم اكون بعرف اعمل لها اكزامينيشن, واسيب الحته دي للسبيشالست تو بي اونست. يعني انترا اورال اكزامينيشن, يعني هتلاقي اي كتاب هتفتحه هيجي تلاقيه بيوصف لك ايه, بيوصف لك البكا الميكوزا, يقول لك لونها بينك ومش عارفه فيها ايه, ويوصف لك الجينجيفا شكلها عامل ازاي, ويوصف لك شكل التانج عامل ازاي, الجزء اللي كلنا ما بنقراهوش بنقلبه ده. لو سمحت لو انت ما قريتوش مره بوعي وبفهم وبادراك اعملها تاني. I don't think ان اغلبنا competent enough
انه يعمل اكزامينيشن انترا اورال صح. احنا نسينا شكل النورمال، واعتقد كلنا حاسين بده، مش انا بس، كلنا بنشوف كيسز كل يوم بتنزل على السوشيال ميديا والمواقع بتاعت الاديوكيشنال والجروبس الاديوكيشنال بتاعت دكاتره السنين، تلاقي حد منزل شكل البيشنت ويقول ايه، البيشنت بيقول ان دي طلعت له بتوجعه، ولا البيشنت بيقول ان شكله متغير، في حين ان اللي نازل is a very common normal anatomical landmark، كارثه او normal anatomy. الحاجات دي انا بشوفها كتير جدا للاسف. فعندنا مشكلتين عايزاك في الاكزامينيشن تحسمهم، مش عايزاك يا سيدي تقعد تسمع الدش اللي انا بقوله او الكلام اللي مكتوب في الكتاب بتاع ايه، والله الجنجيفا لونها ايه، والله كذا. بس لو ما عندكش الادراك، انت مش ممتص المعلومة دي ومش فاهمها، ارجع راجع نفسك واتفرج تاني على شكل النورمال. فالنورمال فيرست، الله يكرمكم يا جماعة، عشان اقول ان انا عملت اكزامينيشن. في ناس تقول لي لا يا دكتور انا فتحت الاورال كافيتي وشفت كذا وكذا. عملت اكزامينيشن؟ لا، انت عملتش اكزامينيشن لانك اصلا ما عندكش الستاندرد اللي تقارن بيه. انت هتعرف منين المقارنة اذا كان انت ناسي النورمال؟ وقبل الله يكرمك ما توصل لمرحلة الانفستيجيشنز، بليز ديسكرايب بيفور ا دايجنوزس. يعني نعمل ايه يعني؟ طب ما تيجي نشوف، هرجعنا للنقطة دي دلوقتي. بصوا معايا، انا في اسبوع واحد جالي تو كيسز بالمنظر ده، اوكي، من دكاترة محونهم لي، انه احنا المريض عنده مشكلة ومش عارفين الحكاية في ايه، ودكتور تاني بيسألني في حالة تخصه. اسبوع واحد والله، ولسه الحالة مبعوتة لي لتالت مرة، يعني حالة تالتة بقى الاسبوع ده حد بيسألني عليها. طبعا اننا قافلين العيادات. بيشنت عنده المنظر ده، شافه وتعبان، عنده شويه بين وشويه حرقان مع الاكل وكذا، وبيقول لي ايه ده، وهل محتاجين ناخد بايوبسي؟ وانا قلقت وانا خايف، والكيس الثانيه بتقول لي دي اختها، والموضوع مش عارفه ايه. ده اللي احنا بنقوله، دي السيركمفاليت بابيلا. لو انا مش عارف ان السيركمفاليت بابيلا شكلها الطبيعي كده، وان هي في بعض الاوقات ممكن يحصل لها اللارجمنت مثلا مع الاكل مع بعض الادويه وتروح لحالها وما تبقاش حاجه، ومش عارف ان هي موجوده بشكل طبيعي عندنا كلنا، وان في بعض الاوقات يبقى شكلها اكزاجريتد عادي جدا وهتروح لحالها، لو انا مش عارف كده انا هودي ناس في داهيه. فراجعوا النورمال. طيب ديسكرايب، اللي بيحصل ان انتوا بتقولوا الدايجنوزس قبل ما توصفوا. ما تخافش، انا مش عايزه منك توصف بعيون الميديسن اللي هو ماكيول وبابيول وبولا ومش عارفه ايه والسر ولا ايروجن، مع ان الحاجات دي مهمه، ما كانتش على فكره هبل، كانت مهمه والواحد ما ادركش اهميتها الا متاخر. بمعنى ان كتير منكم لما يجي ديسكرايب حاجه زي كده ممكن يقول لي وايت باتش، وانا شفت الكلام ده بعيني، وكنت بسال ناس كتير معايا في جروبات وفي كورسات اقول لهم شايفين ده ايه، يقولوا لي شايفين ده وايت باتش. الحقيقه ان انت هتوصف حاجه وهتشخص حاجه تانية، في حين الناس هتيجي تقول لي ايه من الهيستوري من المنظر، هتيجي تشوف بعد كده تعرف ان دي ألسر، اتس ا تيبيكال ألسر، الموضوع عادي جدا، فدي ألسر عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، دي ميجر افثس ألسر. لو انا مش عارف الشكل الطبيعي للألسر، لو انا مش عارف الشكل لما تبقى الألسر موجوده عندي ميجر وعليها ممبرين او عليها او مش عارف الشكل الطبيعي ل للتروماتايزد ألسر، ما انا مش عارف اوصف صح، مش عارف اوصل دايجنوز صح، انا ممكن امشي في سكه غلط خالص. وانا امشور ان لو حاجه زي كده نزلت للنقاش مثلا، هتلاقي ناس كتير جدا بتجاوب صح، خدت بالها من الارثيمتس هالو، خدت بالها من حاجات كتير، وناس تانية هتلاقيها بتتكلم في حته تانية خالص، تقول لك ده وايت باتش، وتعمل ديسكريبشن لوايت باتش، وتعمل دايجنوز لوايت باتش. ففكره ان اعرف اوصف اللي قدامي، مش هدفي ان انا اقعد اوصفه، مش هكتب ريبورت، لكن هدفي ان انا اعرف اوصل لديفرنشال دايجنوز صح. وده مش هيجي لما اكون اعرف اوصف، اعرف ان دي الاول قرحه، ما تقوليش افثس ألسر. ليه؟ عشان القرحه لا تعني انها افثس ألسر، الألسر ليها اشكال كتير واسباب كتير، فقول دي ألسر واسكت، قول دي وايت بلاك او وايت باتش واسكت، عشان تبتدي بعد كده تكمل ديفرنشال من مين، من الاكزامينيشن والانفستيجيشن، مش ما تحطش ابدا ابدا دايجنوزس قبل ما توصف لنفسك انت شايف ايه. كلير انف؟ اي هوب يعني ان هو تكون كلير. بالنسبه لموضوع الاكزامينيشن، لبعض الحاجات المهمه اللي انا قلت لكم حالا هرجع له، انا شايفه ان من الحاجات المهمه جدا اللي الناس فقدت السكيلز دي وما بقتش تعرف تعملها هو الاكزامينيشن اوف الليمف نود. الليمف نود اكزامينيشن حاجه مهمه جدا، لان احنا اغلب شغلنا بيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع انفكشن. فازاي ما اعرفش اعمل اكزامينيشن محترم للليمف نود؟ لو في حاجه لازم تعلمها لنفسك وتتعلمها، وطبعا احنا لو
يعني انا في كورسات لايف بشرح الاكزامينيشن ازاي نعمله بطريقه سيمبل وبراكتيكال في الـ 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 العياده، بس مش هقدر يمكن اعملها بالشكل المناسب هنا، لكن اليوتيوب مليان والكورسات في الحته دي كتير كتير جدا، على الاقل اجربها مره واثنين وثلاثه على اهلي وعلى اللي حواليا لو انا كنت نسيت الكلام ده. ليه؟ عشان ليها انتربريتيشن مهم جدا. فكره ان انا الاقي الليمف نود، الليمف نود اصلا المفروض ان انا ما احسش بيها، طالما انا بحسش بيها يبقى الدنيا كويسه. فكره ان انا الاقيها بالببل يبقى احنا بنتكلم في مشاكل، يا اما الاقيها بالببل وسوفت وبينفل يبقى بتكلم في انفكشن، وممكن الاقيها بالببل والتندرنس بتاعتها قلت شويه وما بقاش فيها بين، ممكن تبقى كرونيك انفكشن. وممكن طبعا الميجر او الحاجه بقى اللي احنا مرعوبين منها اكتر حاجه ان انا الاقيها فيكسد. وللاسف احنا بقى مش هنعرف ابدا، عايزه اقول لكم ان في حالات بتحول الواحد سكويموس سيل كارسينوما وكونفيرمد بعد كده الناس سكويموس سيل كارسينوما والليمف نود از افكتد، ولما نسال في الاكزامينشن يقول لك لا انا حسيت انها عاديه، ما هو اصلا ما جربش قبل كده الفرق ما بين العادي وما بين الرابري وما بين كذا وما بين كذا. فيو هاف تو اكزامن وي هاف تو براكتس الفعل ده كل مره يجي لك بيشنت، سواء في انفكشن لو تقدر تعملها او في غيره، عشان تقدر تحمي البيشنتس بتوعك من الكوارث اللي زي دي. اوكي، فانا شايفه الليمف نود اكزاميشن من الحاجات المهمه. يمكن السليفري جلاند والتي ام جي انا شايفه ان هي دورك فيها انك تعرف ان المشكله سليفري جلاند او تي ام جي وتحول لسبيشالست، وتحول لدكتور جراحه يشوف المشكله فيها ايه، ماكسيلوفيشال سيرجن يشوف المشكله فيها ايه. بس ليا بقى كلمه صغيره في موضوع الانفستيجيشن والاكزامينيشن، الا وهو ايه؟ يعني الرولز كده بتاعت الانفستيجيشن. Never order what you cannot interpret. If you cannot examine, do not order a specific investigation. If you don't know it, it doesn't mean that it is improper. اللي انا بقوله ده بقى، كتير منكم ما بيعرفش يعمل examination للتي ام جي، ده الاغلبيه صح ولا لا؟ ما بنعرفش نعمل examination صح للتي ام جي. طيب بتطلب له investigation ليه؟ الحاجة عشان نبقى متفقين انا وانتوا مع بعض كده، الحاجة اللي انا ما بعرفش اعمل لها examination do not ask for its investigation. حلو كده؟ اعتقد دي قاعدة محترمة جدا وتحترم نفسها. بتروح تصور له بانوراما ليه؟ اللي هي اصلا مش هتبين اي حاجة بمشاكل التي ام جي mostly. خلاص يعني خالص يعني بنتكلم في حاجة يعني ايه، هتبين البوني كومبارتمنت اللي في الغالب مش هو ده القصة. ففكرة تبين لك السيست مثلا حاجة يعني مش مهمة. ففكرة ان انا اطلب له انفستيجيشن اللي بيحصل لما يجي لكم بيشن عنده كذا، تقوموا طالبين بانوراما او تقوموا عاملين انفستيجيشن ليه؟ ليه؟ انت بتعرف تعمل له اكزاميشن؟ لا خلاص يبقى انفستيجيشن لا. طب سليفري جلاند، انا شاكك انها حاجه في السليفري جلاند، فاروح اقول له مثلا انت بص هتحتاج تعمل ام ار اي او هتروح تعمل الترا ساوند او هتروح كذا، انت بتاع عرفت تعمل اكزاميشن صح وعرفت تاخد هيستوري صح لموضوع السليفري جلاند ده؟ لا ما عرفتش، سو خلاص دي اريا اوف سبيشالست، لا هو عيب ولا حرام. ده احسن حاجه تعملها دلوقتي انك انت تعرف ان هي area of specialist. طيب whenever order what you cannot interpret، كتير مننا بيبقى عايز ايه يروح يطلب من العيان سي تي، والكوم بيم دلوقتي بقت الكوم بيم سي تي موجوده في حتت كتير جدا، وناس كتير بقت تتجرأ عليها وتطلبها، مش عيب مش عيب ولا ممنوعه عن الدكتور الجي بي ولا عن حد، بس لازم تكون بتعرف تعمل لها interpretation. ما تروحش تكلف العيان وقت ودوز وفلوس وانت مش بتعرف تعمل interpretation. انت طلبت حاجه ادفانسد، وده ينطبق على اي حاجه في الدنيا. ما طلبش تحليل انا ما بعرفش اقراه، اوكي عادي خلاص ساعتها احوله للي بيعرف يقراه، لان ده بيخلي العيانين تفقد الثقه في الدكاتره، وده بيخليك انت كمان ما توصلش لحاجه مهمه فتضطر تكلف العيانين تاني وقت وفلوس وممكن تعمل له حاجات انفيسيف لانك انت مش عارف تعمل لها انتربريتيشن. الحاجه الثانيه بقى، مش معنى ان انت مش عارف ان الموضوع ده موجود او مش موجود انك يعني ما تطلبوش، بمعنى او تثني البيشنت عنه. انا فاكره مره دكتور كلمني متعجب جدا من موضوع ان الالترا ساوند بيتعمل للسليفري جلاند وشكك في دكتور تاني زميله. يعني انا مش قصدي بالحكاوي دي ان انا احكي حاجه بيرسونال، لكن انا قصدي اديكم امثله من الواقع. يعني هو شايف ان دكتور زميله ده طلب الترا ساوند، وفي حاجه اسمها كده الترا ساوند للسليفري جلاند، ده بينصب على البيشنت. فانا اسفه، يو هاف تو نو الحاجات العامه، يو هاف تو نو الدياجنوستيك تيست، وي هاف تو نو الانفستيجيشنز العامه عشان البيشنت توجهه. انا ممكن ما اطلبش من البيشنت ام ار اي، لكن اقول له خلي بالك الحاله بتاعتك ممكن تحتاج رنين، وانا احولك لدكتور فلاني يكشف عليك وهو يحولك رنين، لان مش عايزين نثني البيشنت عن حاجات احنا مش متخيلين انها صح. في الترا ساوند بتعمل السليفري جلاند، في تستات كتيره جدا، في انجيوجرافي، في ارثوجرافي، في تستات كتيره جدا بتتعمل، وفي انفستيجيشنز كتيره بتتعمل. اوكي طيب
خلينا نبتدي بقى بالدياجنوستيك تيست السيمبل اللي عايزين نتكلم عليها في العيادة، وبعد كده ندخل بقى على الحاجات الانفستيجيشنز اللي انا حباك وتعرفوا، حتى لو مش هتشتغلها ومش هتطلبها من العيانين لازم تبقى عارف انها موجودة وان في غيرك ممكن يطلبها، عشان ما تبعدش العيان عن قرار ممكن يبقى ملائم لحالته. الحاجات البسيطة جدا الموجودة في العيادة، الفيتاليتي تيست، البركاشن، الموبيليتي، الكلام بتاع اولى ابتدائي ده. هقول لكم حاجة لطيفة جدا في الفيتاليتي تيست، انا مش بقول لك يا سيدي انك يكون عندك مش بقول لك يا سيدي ان انت يكون عندك يعني في العياده فيتاليتي بالب تيستر، حاجه بسيطه هوت كتابركه. كم واحد فينا فكر ان هو يستخدم هوت كتابركه عشان يشوف اذا كانت السنه دي فيتال ولا نون فيتال؟ مش مهم يا دكتوره ما احنا هنصور اكس راي. ما هي دي الغلطه بقى اللي انا مش عايزاك تقع فيها، انك تطلب انفستيجيشنز ممكن ما تدكش المعلومه الصح، بالعكس دي تضللك وتتوهك وتخليك مش ماشي صح. تعالوا نشوف مثلا لحاجة زي كده، ايه رأيكم؟ What do you think من الاكس راي دي؟ السنة اللي تحتيها الريديلوسنسيز دي، السنترال اللي تحتيها اللاترال اللي تحتيها سوري الريديلوسنسي دي، ايه رأيكم؟ فايتل ولا نون فايتل؟ وانا عارفة ان المحاضرة اونلاين ما فيهاش انتر اكشن، بس برضو هصبر نفسي واحس ان الناس بتعمل انتر اكشن معايا. Without a history محترم ومن غير ما يكون عندي فيجن في طريقه الدياجنوز بتاعتي من اول الهيستوري والاكزامينيشن والانفستيجيشن، ممكن اقع في خطر او في خطا شهير جدا. للاسف الخطا ده انا شفته من 2 دكاتره قبل كده، وات هابنز يعني منظر زي ده. انا سمعت من البيشنت عنده بين، بس البين انا ما خدتلوش هيستوري، ما اهتمتش قوي، ركزتش يعني. هي على فكره البيشنت عندها بين من حاجه تانية، كان عندها بيرادونتال بين، ولما جينا صورنا اكس راي لقينا كذا. اول حاجه هقولها ايه؟ السنه نون فايتال. وزي ما بقول لكم للاسف انا شفت 2 دكاتره ممكن عادي جدا فتحوا الكيس وعدم الاندو، لما فتح طبعا اكتشف ان السنه فايتال، مجرد ما نزل عرف ان ما فيش حاجه. طب هو دكتوره ما فتحش وفي كيرز؟ لا، ما هو عادي افتكر ان هو في حاجه بروكزيمال مش شايفها، افتكر ان مش عارفه ايه. وات هابنز، انا عارفه ان الموضوع شكله غريب بس ات هابنز. ليه؟ لو انا حاجه زي كده المفروض ان انا اول حاجه اخد هيستوري كويس وفي بين، وهاخد وهراجع نفسي كويس، وهعمل اكزامينيشن كويس، ولو عندي داوتس ولو حصل ان انا شفت الاكس راي قبل ما اشوف البيشنت، وبتحصل مع بعض الاوقات زينا زي دكاتره الجامعه، وقت البيشنت الطلبه بتوعي يقولي بالاكس راي، ايه يا دكتوره اللي في الاكس راي ده؟ فانا لو مشيت ورا كلامه وقلت له ده بص الريديلوسنس دي ممكن تكون بري ابيكال ابسس او جرانيلوما، اكيد مش عارفه ايه، ده برده من ضمن الميستيكس الشهيره في الاورجانيزيشن بتاعت التعليم، ضيعنا البيشنت ده. ليه؟ لان الكونديشن دي كانت تيبيكال فايتال توث، لان الكونديشن دي ليها اسباب اخرى غير انها تكون بري ابيكال ابسس وجرانيولوما. حاجه بسيطه جدا زي ان انا ممكن اجيب هوت كتباركه هكتشف ان السنه دي فايتال، وكفى الله المؤمنين شر القتال. فيعني مش عارفه ليه الناس مثلا ممكن ما تستخدمش حاجه زي كده لما يبقى في كونفيوجن، لما يبقى مثلا عندي كيرز بس الكيرز ما كانش واصل للبلب ولا حاجه والسنه كانت فايتال، ولقينا المنظر ده وطلع المنظر ده حاجه زي بري ابيكال سيمنت اوسيس ديسبليجيا زي الكيس اللي انا لسه شايفاه قريب، طلع المنظر ده ايبيكال بيريدونتايتس اللي هكلمكم عليه حالا كمان شويه، والسنه كانت فايتال، ايبيكال بيريدونتايتس من التروما. بيركشن بيركشن دايما عودونا عليه ان احنا ايه، هنعمل بيركشن بظهر الميرور كده. الله يكرمك اعمل بيركشن بايدك الاول، خاصه في حالات الانفكشن. انت متخيل بيشنت عنده ابسس وحضرتك تيجي، او عنده ايبيكال بارادونتايتس مش لازم ابسس، وحضرتك تروح تعمل له تابنج بالميرور، اي واحد هينط يعني، دايما دي بتبقى كده بيوجعك اي جامد جدا. ابتدي الاول اعمل دايما، اتعود تعمل تابنج بايدك قبل الميرور. موبيلتي من الحاجات المهمة جدا اللي كتير مننا بينساها. خلي بالك احنا ممكن نبتدي نشتغل في سنة وننسى انها ريستورابل ولا مش ريستورابل، خدش بالنا، وفي نص الشغل نكتشف ان السنة فيها موبيلتي مش لطيفة، ونكتشف انها مثلا فيها فراكشر فيرتيكال محترم واحنا ما خدناش بالنا من قريب، نكتشف ان السنة اصلا موبايل بطريقة بريدونتالي افكتد. فانا مش عارفة ازاي اي حد في الدنيا بيقدم علاج لسنة من غير ما ياخد باله من الاول. يعني انا رايي تخليه بروتوكول بصفه عامه، خاصه في مراحل سنيه معينه، او لو انا شايف جنرالايز بيريدونتال ديز بصفه عامه، اي سنه في الدنيا تبص على الموبيليتي بتاعتها عشان اتليست تبقى عارف انت رايح في انهي اتجاه في التريتمنت.
يمكن من الحاجات اللي هعلق عليها شوية هي الماجنيفيكيشن والفوتوغرافي، لأن الحاجات دي عملت طفرة دلوقتي، واللي عايز يطور نفسه في الدياجنوستيك سكيلز يطور نفسه فيهم. الماجنيفيكيشن يعني مش لازم أكون بستخدم ماجنيفيكيشن بس عشان حاجات زي الإندو أو الكيرز، إيفن في الدياجنوزس فارقة جدا، الدياجنوزس بتاع السيمبل كيرز فارقة جدا، إن أنا أبقى عارف أنا شغال في إيه ورايح فين. الفوتوغرافي انا اخر واحده في الدنيا تكلمكم على الفوتوغرافي، بس اتليست انا بقيت اشوف الفارق الرهيب جدا لما اصور، ان انا بقيت اصور كويس مثلا وتحسن شويه طريقه تصويري. طبعا انا مش بصور فينيرز وكده وزي الناس الجميله دي، انا بصور حاجات كئيبه جدا، بس حتى كواليتي التصوير لما اختلفت قدرت اشوف حاجات ما كنتش عارفه اشوفها قبل كده. فالفوتوغرافي مش بس عشان الدوكيومنتيشن، معني دي حاجه مهمه جدا، كمان عشان انا استخدم الفوتوغرافز دي تساعدني ان انا اشوف حاجات يمكن ما عرفتش اشوفها الاول وهله وانا قاعد مع البيشنت وانا وهو متوترين او ايا كان. البايتنج كتير مننا متعود ان هو يقول البيشنت الالم بيجي لك وانت بتعض، او لما بتاكل يقول لك اه دكتور لما بعض عليها بس او لما باكل. بس للاسف كتير مننا ما بياخدش باله ان المفروض يأكد على الكلام ده، انه يتأكد بنفسه انه عنده ألم مع العض او اي حاجة، او يخلي البيشنت يعض على حاجة ويشوف. فالبايتنج فكرة ان انا اشوفها قدامي واعرف المشكلة جاية منين برضو من الحاجات المهمة عشان بنشخص بيها حاجات مختلفة. الأوسكلتيشن يمكن من الحاجات اللي مش كل يوم هنمارسها، لكن مثلا مهمة في حاجات زي التي ام جي مثلا. وعايز اقول لكم هي مش بتبقى محتاجه سماعه زي ما انت فاكر، يعني انا واحده ثيسس بتاعتي تي ام جي وبكشف على تي ام جي صبح وليل، فمش عايز اقول لكم ان احنا بنسمع الكليكنج يعني من ايه، من اخر الشارع، وكلنا بنسمع الموضوع ده، بس اتليست بنقدر نميز حاجات لما نستخدم ميثودز مختلفه زي السماعه او كده. طبعا يعني من دياجنوستيك تيست المهمه جدا جدا الراديوجرافي، عشان كده هتكلم عليها شويه بتفصيل اكتر. بمعنى من ناحيه السلكشن كريتيريا، الاكس راي very very important diagnostic tool، بس امتى؟ والاكس راي هتوريني ايه يا دكاتره؟ عشان انتوا للاسف هتتخيلوا ان الاكس راي هتوريني ابن خالتي اللي مهاجر بقاله 30 سنه اللي ما شفتوش هشوف في الاكس راي. الاكس راي زي المرايه اللي انت مش هتوريك غير اللي انت عارفه. ازاي؟ انا ما اعرفش الاودونتوم دي ايه، فلما هشوفها مش هميز هي ايه، فاهميني؟ هميز ان في حاجه غريبه بس مش هميز هي ايه. طب ما دي حاجه عادي، مش مشكله يا دكتور، مش لازم كلنا نبقى عارفين الاودونتوم، مش لازم نبقى كلنا مثلا عارفين الكالسيفاينج بكتيريا ادونجينيك تيومر، مش لازم نبقى كلنا عارفين كذا. انا معاك دي مش لازم ابقى عارفها، لكن لو انا مش عارف شكل البريدونتال ديزيز بالمراحل بتاعته، شكل الكيرز بالمراحل بتاعته، شكله من النورمال، هي دي الكارثه. كتير جدا من الناس تبعت لي اعصاب مانديبولا فوسه وتبقى مقلقه منها، كتير من الناس تبعت لي ماكسيلاري ساينس وتبقى تقول لي هو ده الشكل الطبيعي. فاز ستارت كده نورمال فيرست، نورمال فيرست. القاعده الثانيه بقى اللي عايزه اقولها في موضوع سيلكشن كريتيريا، اختار ايه وما اختارش ايه في الاكس راي، برئبك لله ويعني بانوراما للوطن. يعني ما تنطش ابدا، يعني تكاد تكون نيفر ايفر لبانوراما من غير ما يكون عندك برئبك. No need يا دكاترة في 90% من الحالات اللي بتواجهك في العيادة غير للبريابيكال المحترمة. أنا عارفة أنتوا بتطنشوا البريابيكال وتروحوا للبانوراما ليه؟ أنا عارفة، أنا بدرس راديولوجي وعارفة، عشان ما تعرفوش تصوروا بريابيكال خدوا كورس، ما أعرفش يعني فيش كورسات بتدي حاجة زي كده، أنا عارفة اتصرفوا انزلوا تريننج، لأن من غير ما أكون بعرف أصور أجود أو دايجنوستيكلي أكسبتد بريابيكال راديوجراف، أنت بتضيع وقتك في العيادة، بتضيع وقتك، بتضيع وقت العيان، بتعرضه لـ unnecessary radiation، بتعرضه لـ unnecessary radiation، وبتكلفه وقت وفلوس، وكمان بتمشي البيشنت من عندك بدون داعي. فكرة ان انا خرج البيشنت يروح يعمل اكس راي وفي الاخر ما استفدتش منها الاستفادة اللي كنت هستفدها من البريابيكال، وننزل بانوراما ونكتب هي البانوراما دي فيها ايه، البانوراما دي فيها كل حاجة في الدنيا، انما انت كنت عايز تشوف ايه، انت كنت عايز تشوف بريابيكال. فالله يكرمكم، بريابيكال لله، بانوراما للوطن. خلاص اهو بانوراما للجميع، لكن بريابيكال دي لله الاول كده بيزك. وتعالوا اقول لكم مثل، تعالوا نمسك يعني الموضوع كله واحده واحده كده. لما نيجي نتكلم في الكارس، هل انا محتاج في كل حالات الكارس اصور اكس راي؟ لا، الاوكلوزال كارس يتشخص تماما عندك كلينيكالي فيجوالي درايد ويل الومينيتد ماجنيفايد فيلد، ده التكست بوك
بيقول لك كده، دي المواصفات عشان اشخص. طيب لا، ما ناس لا عايز اعرف وصل للبلب ولا لا، لا مش الاكس راي، مش الراديوجراف هي احسن طريقه تعرف هو وصل للبلب ولا لا، مش ده المهم. اكس راي فيها ايرورز، انت بتصور بطريقه فيها ايرورز، انت بتصور بانجليش، انت بتصور بايسكتنج مش لونج، مش لونج كون، فكل ده مش هيخلي ان الجادج الاول هو الاكس راي. خليك الاول كلينيكال وامشي كلينيكال وخد هيستوري كويس، مش هتحتاج الراديوجراف. طيب امتى ممكن احتاجها؟ في البروكسيمال. ونفسي الناس تتعلم تصور بايت وينج كويس، لو انت اتقنت البايت وينج هتريحك في موضوع الكيرز اسيسمنت كويس جدا. طيب مش عارف، برضو البريابيكال مش وحشه، كومبتنت يعني واديكويت اديكويت. طيب في الديفلوبنج دنتيشن، السلكشن كريتيريا في الديفلوبنج دنتيشن، وانا كلامي ده ببقى جايباه دايما من جايدنس، الجايدنس العظيم بتاع السلكشن كريتيريا بتاع الفاكولتي اوف جنرال دنتال براكتيشنر ريفرنس، مهم لينا جدا في الزماله. ولا يختلف مثلا عن كتاب اسمه الاسنشال ان راديوجرافي، ولا يختلف مثلا عن وايت ان فارو، هتلاقي كلنا بندور في نفس الفلك في الجايد لاينز بتاعتنا. في الديفلوبنج دنتيشن، طفل جاي للعياده ما طلعلوش ابر سنترال وهو عنده 10 سنين، اروح اصوره بانوراما ليه؟ بريابيكال، بريابيكال مور ذان اناف. طفل عنده اللاترال ما طلعتش او اللاترال بيك شيبد او غريب، اروح اصوره بانوراما ليه؟ اصوره اول حاجه بريابيكال. طيب لقيتها موجوده واطمنت انها بس متاخره شويه في الظهور، ما فيش مشكله فيها، اوكي. طب لقيتها مش موجوده، لا ده هنا بقى ممكن اصور بانوراما. اشمعنى؟ عشان اللاترال دايما مرتبطه بالهايبودونشيا، عشان اللاترال ممكن يكون معاها هايبودونشيا الحاجات تانية، ممكن يكون الاربعه لاترالز ميسنج، ممكن يكون اللاترالز ومعاها الفايف ميسنج، فدي ساعتها ليها انديكيشن وليها جاستيفيكيشن، لكن غير كده بصور العيان بدون داعي. في الاندو، هل الابكس لوكيتر يغني عن الادونتك تريتمنت؟ ام نوت ان اندونتست، لكن انا عارفه كويس قوي ان دايجنوزس بري من غير اتليست بري اوبرتيف، اندو من غير اتليست بري اوبرتيف. طب ازاي؟ انا مش بقول بعد كده ان الباقي اكسبتد، انا بقول ان الابكس لوكيتر بيريبليس خطوه واحده فقط اللي من الاكس راي اللي بتقدمه، فما فيش اي حد في الدنيا يقنعك ان الابكس لوكيتر هيريبليس وجود الاكس راي في العياده او البري ابيكال ماشين في العياده، نو واي. وبرضو ايه الفكرة ان انا اروح الاول لكم بيم؟ كم بيم ده محدش في الدنيا ابدا يبتدي الاول، لازم يكون عندي البريابيكال. ليه يا دكتورة ما دلوقتي كله بيعالج بالكم بيم؟ لا، ده لما اكون متخذة قرار العلاج اصلا تاني بريابيكال لله، والباقي ده كله حاجات تانية. فلازم يكون الاول اشوفها، اشوف السنة، اشوف البداية بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. ورغم ان اغلب الجايد لاينز مش بتجاستيفاي اصلا تصوير الكم بيم الا في حالات معينة، ولكن يا سيدي انا همشي ورا كلامك انك هتصور ليميتد فوليوم وكل الكلام ده وهتقلل الدوز، يبقى اتليست لازم يكون عندي رؤيه عامه اذا كنت عالج السنه دي ولا لا، فبري ابيكال لله. في الاكستراكشن، هل كل اكستراكشن لازم اصور العين اكس راي؟ لا، فقط في الويزدم هو اللي لازم يتعمل. ولو العيان عنده هيستوري اوف ديفيكلت اكستراكشن، راجل متبهدل مني في الاكستراكشن قبل كده، او قبل كده قال لي ان هو قعد في خلق 3 ساعات، او لو انا شاكك في حاجه مثلا لونج ايزوليتد 7 موجود وخايف ان هو يكون قريب من الساينس، اوكي. فمش كل مره لازم جاستيفاي ان انا اصور العينين اكس راي قبل الاكستراكشن. في البريدونتال، البريدونتال ما اعرفش ليه الناس لما تشك ان حد عنده مشكله في سنه ولا اتنين فيها موبيليتي يقول له روح صور بانوراما. ليه؟ صور برضو تاني بري ابيكال. الجولدن رول بتاعتنا دلوقتي بري ابيكال، كان زمان البايت وينج بس، لا دلوقتي بري ابيكال. صور وشوف الحكايه فيها ايه، ما يمكن الراجل ده عنده هنا بس اوفر هانج مارجن عامله له حاجه لوكالايزد، ما يمكن الراجل عنده هنا مثلا فورين بادي ولا اي حاجه. ليه افترض ان هو عنده بريدونتال ديزيز من اول وهله كده لقيت سنتين ثلاثه جنب بعض؟ فبري ابيكال في الاول، ممكن اصور له اتنين ثلاثه بري ابيكال. انا عارفه برضو انتوا بتريحوا دماغكم وتنقلوا على البانوراما، بس دي دوز عاليه وبتستخدم unnecessary investigation وفي الاخر ما بتعرفش تستفيد منها وضيعت وقتك ووقت البيشنت. في الامبلانت وفي الامباكشن، امباكشن وامبلانت انا عارفه ان انتوا هتزعلوا مني قوي في الكلام اللي هقوله. في الامباكشن ناس كتير جدا اول ما تشوف سن حد جاي يقول انا عندي امباكشن يروح يقول له ايه؟ طب روح صور لي بانوراما. طب ما تشوفها بس، تلاقي باش سنه بارشلي امباكتد قدامك، ما تصور بري ابيكال if you can do it. انا عارفه ان في بعض الاوقات بيبقى obstacles، العيان مش عارف، انا مش عارف، بس ما تبقاش اول طلع كده وما يبقاش ده الستاندرد خلاص. ف هحط اجرب البريابيك الاول ويمكن الاقي الموضوع مش مستدعي ان انا اصور بانوراما. معلش يعني هو كل الامباكشن ديب، هو كل الامباكشن بيبقى امبون، في حاجات كتيره جدا. طب جيت لقيت الموضوع مش مستاهل ان انا اصور بانوراما، جو فور ات. طب انا شاكك، شوف بقى بانوراما كومبيم، اعمل اللي تعمله.
لكن as a basic و as a standard. نفس الحكاية في الإمبلانت. بصوا هتضربوني من النار دلوقتي. إمبلانت يا دكتورة هنصور له برئابيكال، هنحط إمبلانت على برئابيكال. أنا يا مؤمن قلت حط إمبلانت على برئابيكال. أنا بقول لك لازم الأول أعملها for exclusion. على أي أساس أروح أصور العين العيان كوم بيم، ومثلا لو أنا كنت صورت برئابيكال كنت شفت حاجة منعتني من الإمبلانت تماما. برئابيكال لله، برئابيكال is the first step. برئابيكال لازم تكون عندك قبل ما تفكر في حاجة 3D عشان الستاندردايزيشن، يكون عندك الستاندر، يكون عندك الريكورد بتاعك. فنوي ان انا انقل ونوي ان انا استبدلها باي حاجه تاني. برضو من ضمن الانفستيجيشنز المهمه لازم الناس تكون بيها اوير شويه، تيكينج بايوبسي. احنا للاسف من الناس اللي بناخد بايوبسيز اقل من المعتاد في مصر. يعني مصر من الدول اللي يعني بنقعد نعافر كلنا مع المريض بدون داعي. محدش قال لك انت خد بايوبسي، لكن اتليست تبقى عارف ان في مرحله لنا ولا انت ولا اي حد هيقعد يتكهن ولا نقعد نجرب. في اوقات لازم ان انا هشفت للبايوبسي. انا شايفه ان اي حد في العياده لازم يكون عنده جهاز ضغط، وانا قلت قبل كده يمكن في محاضره الميديكال ايمرجنسيز، ما تخليش ان انت ما بتعرفش تقيس ضغط بالجهاز العادي يثنيك عن هذا القرار. جيب الديجيتال وخد قرايات مختلفه وبقوا موجودين. جهاز السكر انا برضو شايفه ان الجلوكوميتر لازم يكون موجود في العياده دلوقتي. فكره ان انا اكون بعرف اقرا السي بي سي من الحاجات المهمه جدا واعرف السيجنيفيكانت بتاعه كل معلومه فيها، دي حاجه فايتال جدا جدا. To remember مش معنى ان الحاجة زي ما قلت لك انت مش عارف عنها معلومات انها مش موجودة، متفقين على كده؟ فلازم اكون اوار بالاسامي دي عشان اتليست اعرف ان في حاجات اعلى مني. كتير من الحالات تجيلي يكون المريض جرب، الدكتور جرب مع المريض كل انواع الانتي فانجل وقعد معرفش اداله ايه واداله انتيبيوتكس من غير ما فكر ان في حاجة اسمها ممكن تتعمل سواب، او نسي الكلام ده من ايام الجامعة. طب انت لما لقيت الحاله ما بتتحسنش، او انت اصلا يا دكتور ما انا متاكد انها كانديدا، ايوه بس ما بتتحسنش خلاص. طب ما في حلول، احنا ممكن نعمل سواب، ممكن نعمل سمير، في عندنا حلول تانية كتير، في عندنا تستات مختلفه ممكن تتعمل، مش شرط انت تكون اوير بيها. الكرينيال نيرف اسسمنت، احنا انا ولادي في الزماله بيبقوا مستغربين قوي ان في امتحانه واحده من الناس كنت مستغربه ليه رويال كوليدج تخلينا ندخل على ستيشن اعمل كرينيال نيرف اسسمنت لعيان وانا دكتور سنان وانا مالي. اوكي لازم يكون عندي الاساسيات دي لاسباب كتير. من ضمن الافكار اللي لفتت نظري بعد كده لما حد فينا بيعمل دنتال تروما للانفيريور افيرال نيرف مثلا ويحصل باراثيزيا، بلاحظ ان اغلب الدكاتره بتعمل ايه، تقول لك اصلها تمبري وانا هكتب له على فيتامين بي 12 وانا مش يعني الموضوع هيروح لوحده. ماشي بس خلي بالك، انا فاكره كيس شهيره جدا كانتش معايا، كانت مع احد الزملاء يعني وشوفنا الريبورت معاها وكذا، ان للاسف البيشنت الباراثيزيا والنمنس ده ما كانش عندها من سيتويشن. هي بعد ما قعدنا مع البيشنت قالت لا ده ما كانش بصراحه، كان في تنميل من قبل الخلع، يعني التنميل ما كانش من البنج، هي في الاول كانت فاكره منها، بس لما قعدنا وسالنا طب كان عندك كذا، طب كان عندك احساس بكذا، اكتشفنا ان كان في مشكله عندها اصلا في الكرينيال نيرف، كان في مشكله اكبر في الترايجيمينال نيرف واحنا ما كناش عارفين. ففكره ان انا لما بيشنت يحصل له مشكله لازم اخلي بالي ان في تستات بتتعمل، ولو انت مش كومبتنت ان انت تعملها لازم دكتور مخ واعصاب يكون بيعرف يعمل اسسمنت للكرينيال نيرفز، يكون بيعمل اسسمنت للنيرفز اللي اتصابت لو انت شاكك ان انت عملت اصابه في جراحه او اصابه في اناثيزيا. في تحاليل كتيره جدا ممكن تتعمل، زي مهمه ان انت تبقى اوير بيها، الالترا ساوند زي ما بقول لكم بنستخدمها في السليفري جلاند، بنستخدمها في الماسلز، بنستخدمها كعلاجيه. انا نفسي انبهرت لما حضرت كورس مع بتوع علاج طبيعي وشفت ان عندهم حلول لكتير من المشاكل عندنا انا ما اعرفهاش وعمري ما وجهت البيشنت ليها. فيا اما تحول لسبيشاليست يا اما تقرا عن الحاجات دي عشان اتليست تبقى عارف ان في اذر اوبشنز اقدمها للبيشنت بتاعي. الباتش تيست، كتير مننا انا طول الوقت بتبعت لي الكلام ده، ويمكن اخر سؤال مبعوت لي في المحاضره اللي فاتت، يا دكتوره انا عندي بيشنت عنده حساسيه من البنج. مين اللي قال انه عنده حساسيه من البنج؟ بلاش تلاقي ناس تقول لك اصلا انا جربت يا دكتوره ادي له بنج في السكين بتاعه اللي هو البريك تيست ده واحمر. يا جماعه نحن غير مؤهلين ان احنا نجادج على الالرجيك تيست رياكشن. الشخص الوحيد اللي هو كومبتنت يعمل حاجه زي كده يا دكتور الجلديه يا اما المتخصصين في المعامل.
فانا لما اجي اكتب دواء المريض وشاكك ان المريض ده عنده حساسيه منه، او المريض قال لك انا عندي حساسيه من البنج، وللاسف دي معلومات تلات ارباعها مغلوط وبيبقوا خلطين ما بين البنج اللوكال وما بين البنج الجي اي وحاجات تانية كتير جدا، لما اشك في حاجه زي كده الرجي تيست بيتعمل في كل مكان، بيسحبوا عين الدم وبيعملوا باتش تيست وبيعملوا انواع حساسيات مختلفه، وكونتاكت درماتايتس لو انا شاكك في اي حاجه العيان حصلت له بسببي او عنده حساسيه او خايف من اي دواء، كونتاكت الناس دي، اتصل بالمعامل دي واسال عندكم ايه وبتعملوه ازاي، تواصل مع دكاتره مختصين وافهم طبيعه شغلك وافهم المعامل اللي فاتحه حواليك تقدر تفيدك ازاي. عشان بقى الخص اللي انا هوصل له في الاخر بعد ما امشي في الستبس اللي احنا اتفقنا عليها دي، في اسئله كده عامه لازم احطها في دماغي، المشكله دي مثلا كونجنيتال ولا اكوارد، المشكله دي كونجنيتال ولا اكوارد، طب اكوارد بتكلم في حاجه انفكتيف، بتكلم في تروماتيك زي رياكتيف ليجنز، بتكلم في حاجه نيو بلاستيك، يعني لازم يكون عندي العناوين العامه للديفرنشال دياجنوز. طيب انا هلخص معاكم في يعني ان شاء الله ربع تلت ساعه بالكتير القادمين دول، عشان انا عارفه طبعا يعني تقعد تسمعوا محاضره كل ده. الاوتلاينز هو العيان ممكن يجي للعياده بيشتكي من ايه، ايه الحاجات اللي ممكن يكون العيان بيجي لي يشتكي لي منها، وانا المفروض ابقى اوار بيها اتليست باي نيم دلوقتي، لان طبعا مش هنقدر نفردها كلها، بس اتليست نعمل لها الفكره اللي انا قلت لكم عليها المايند مابينج. تعالوا نشوف مع بعض كده مايند ماب كده صغيره للبيشنت ممكن يكون يجي لي بايه. البيشنت هيجي لك ب بين، البين ده ممكن يكون او مشكله او ديسكومفورت او كذا، ممكن يكون دنتل، ممكن يكون ميكوزل زي مثلا الالسرز والحاجات دي، سليفر جلاند، تيم جي، ما هو دي الحاجات اللي موجوده، حاجات ماكسيلري ساينس زي ساينسايتس مثلا ما هو يأثر على الاسنان مثلا، نيورولوجيكال زي تراجمينال نيورولجيا، هيديك زي الساينسايتس برضو بيعمل هيديك، وزي المايجرين وزي المايوفيشال بين ممكن يعمل لي هيديك برضو، فاسكولار زي المايجرين برضو، سايكوجينيك زي الاتيبيكال فيشال بين والاودونتالجيا اللي هي الفانتوم ديزيز زي البيرنج ماوث سيندروم. فانا لو حطيت في دماغي الماب البسيطة دي على الأقل هبقى عارف ممكن يكون جيله إيه. طب تيجي نشوف أمثلة بقى للحاجات اللي تهمني أكتر وأكتر زي الدنتل، تعالوا نبتدي كده بالدنتل، إيه الماين ماب اللي حطها في دماغي. ممكن البيشنت يبقى جاي عندي ببالبل بين، البالبل بين ده أسبابه الأشهر بتتحصر في الآتي، يا كارز يا تروما يا نون كيريس توث سيرفيس لوس يا دنتال انوماليز، اعتقد تكون الليله كلها طبعا تنحصر في دول. البيرودونتال عندي الشكل الطبيعي للبيرودونتال ديزيز ينحصر عندي سببه ايه، اسبابه في حاجه زي البلاك طبعا اللي هو الباد اورال هايجين، ممكن سيستميك ديزيز، مش شرط نلاقي ناس عندها جود اورال هايجين بس في مشكله عندي في الاميونيتي او في مشكله عندي زي الدايابيتس وهكذا. ممكن يبقى البيشنت ده فيه فورم بادي يسبب له المشكله البيرودونتال دي زي الجنجيفال ابسس مثلا، ممكن تبقى حاجه انا عملتها زي الانسفيشنت سكيلينج مثلا، وبون، ما هو احنا عندنا بلب وبيرودونشم وبون اللي ممكن يبقى دنتال اوريجين البين بتاعي او المشكله بتاعتي. البون زي مثلا الجاي سوكيت او الاوستيوم نيكروزس او الاوستيوم لايتس. طيب هناك فارق ما بين الاسباب اللي ممكن تخليني افكر في كده وما بين ايه الدايجنوزس بقى، ايه الاشكال اللي ممكن يجي لي بيها العيان واقول ساعتها ان المشكله بالبل. بنتكلم في كلام اولى ابتدائي خالص، ريفرسيبل ريفرسيبل بالبايتس، ايبيكال بيرودونتايتس، وبيري ايبيكال ابسس، وجرانيولوما. وانا عارفه ان كتير منكم يقول لي طب دكتوره انا اقعد ليه اشغل بالي ان انا اكتب في ورقه ولا اشخص ان العيان ده ريفرسيبل ولا ريفرسيبل، ولا ايه الفرق ما بين الايبيكال بيرودونتايتس ولا بيري ايبيكال ابسس، مش مهم هي هتفرق، خليني اصبروا معايا شويه بس وهنشوف هي بتفرق ولا لا، ايه الاسباب اللي ممكن تبقى موجوده عندي في البيرودونتال ديزيز، بيرودونتال ديزيز، جنجيفايتس، بيرودونتايتس، بيرودونتال ابسس، بيريو اندو، نيكروتايزنج السيراتيف جنجيفايتس. ده زي ما قلت لكم لازم يكون عندي الابواب في دماغي عشان وانا بسال اعرف اروح لانهي باب. والبون زي ما احنا لسه قايلين ممكن عيان يبقى عنده دراي سوكيت واوستيوم لايتس او اوستيو نيكروزس،
ده بصفة عامة المايند ماب اللي أنا بعملها وأنا بفكر في الدنتال بين الأوريجن. طيب ما تيجي نشوف أمثلة للكلام ده بالنسبة للدنتال أوريجن تفرق معايا في إيه. حاجة زي الكيرز اللي إحنا لسه بنتكلم عليها وبنقول إن أشهرها من أشهر الحاجات اللي بتعمل عندي بالب البين، أو هتوصل إنها تعمل عندي بالب البين، يفرق معايا إيه في الدايجنوزس؟ ما كله كيرز، أنا هقعد بقى أشغل بالي بأسئلة اللي أنت بتقوليها وبإكزامينيشن. يفرق الباترن، لأن الباترن هيوجهك لحاجات مختلفة. حاجة زي المنظر ده ممكن يكون عندي إيه؟ ثانية واحدة. أوكي. حاجة زي المنظر ده كتير مننا بيشوفه، ده الأوكلت كيرز من بره. الكيرز يبقى حاجة صغيرة جدا كده بروكسيمال، وما تتخيلش الكارثة دي موجودة تحت. فاجي انا اقول للبيشنت اول ما اشوفه كلينيكال، لو انا ما باخدش هيستوري كويس، عشان تعرفوا ان الموضوع مش مجرد راديوجراف ومش فكره انفستيجيشن وبس، لو انا ما باخدش هيستوري كويس هوصل لكده. البيشنت الهيستوري بتاعه قد لا ما يبقاش متواكب مع اللي انت شايفه، فانت تبص تلاقي كده الصغير فتتخيل ان تقول له لا بص ده حاجه سيمبل كيرز سيمبل ريستوريشن، تدخل تلاقي الكارثه دي. منظر زي ده في الكارز، اما اشوف مالتيبل سيرفايكال ليجن واتعامل معاها بشكل عادي واقول انا هعمل له مالتيبل ريستوريشن وخلصنا على كده، ازاي؟ ازاي ما اسالش نفسي ازاي البيشنت عنده مالتيبل سيرفايكال ليجن؟ المنظر الشهير ده التكست بوك بيسموه راديشن كارز، وانا بحب اسميه دراي ماوث كارز، لان فكره ان البيشنت يجي له مالتيبل سيرفايكال ليجن دي عاده غير مرتبطه بالاورال هيجين. امال مرتبطه بايه؟ مرتبطه بالدراي ماوث. فبص الاقي العيان بياخد ادويه عامله له دراي ماوث، ابص الاقي انا اكون اول سكه للعيان في الدايجنوزس، في الدايجنوزس ان انا اعرف ان هو عندها جوجرن مثلا، او ان هي عندها مشكله في السكريشن، او ان هي عندها مشكله في الاسيديتي، عندها ريفلكس عاملها دراي ماوث كمان. فكل ده هيعرفني ان البيشنت عنده مشكله لو انا ركزت فقط في الدايجنوز بتاع الكيرز اللي قدامي. يعني لو انا ركزت في شغلي هعرف احل مشاكل الناس كمان، مش بس ان انا هعمله كذا، مش بس كده، كمان السلكشن كريتيريا للحاله زي دي انا محتاجه ان انا استخدم مواد مختلفه، محتاجه استخدم حاجات فيها ريليسنج فلورايد ليها اولويه في حاجات زي كده في بعض الاوقات، عشان البيشنت ده انا عايز احميه من الاسيديتي اللي موجوده، عشان وعشان وعشان. فده بيفرق معايا. الباترن ده كيرز، بس مش كيرز وخلاص، مش ازاي اغير شكله بس، ده بيشنت عنده ايرلي تشايلد هود كيرز، ده لازم نغير انظمه ثانيه، وبتوع البيدو بقى يكلموكوا في الكلام ده احسن مني كتير جدا. لكن فكره ان انا اقول كيرز وبس، هي فرق في ايه يا دكتوره ان انا ادياجنوز انا شغال في ايه؟ لا فرقه، لازم اعرف الباترن عشان اعرف الاسباب، وعشان امانج الاسباب، وعشان اديله اوبتيمم تريتمنت بلان. طيب مثال تاني للموضوع اللي احنا بنتكلم عليه واسباب الدنتال بين، لو without a history without a clinical examination كله يتساوى في بعض الاوقات. يعني بصوا مثلا هنا عندي اول واحده اهي، دي pre-apical radiolucency، ودي pre-apical radiolucency، ودي pre-apical radiolucency، دي سنة vital with no pain، دي سنة non-vital with no pain، اوكي دي سنة non-vital with no pain وhistory of surgery. لو انا مش واخد بالي الفروقات، لو انا جاي ابص على حاجة زي كده من غير ما يكون في دماغي، هقولهم pre-apical radiolucency، السنة دي epical periodontitis بسبب التروما، ودي انا شفتها بنفسي، ولو ما كنتش شفتها بنفسي كنت هقول الكلام ده تكست بوك وبس مش موجود في الحقيقه. احنا فاكرين ان البيشنت عشان يبقى عنده بريابيكال ريديلوسنسي لازم تكون السنه نون فايتال، ودي مش حقيقه. اوكي انا ممكن اشوف حاجه زي كده افتح اندو او اجو لقرارات خاطئه، لكن لو انا خدت هيستوري كويس هعرف ان السنه دي ايه، تروما من الابيكال بيريدونتايتس. مجرد ما الموضوع خرج من البالب ووصل للايبكس دخلنا في بيريدونتايتس، مش معنى كده ان احنا بنتكلم على بيريدونتال ديزيز، لكن بنقول انها بيريدونتايتس انفلاميشن في البيريدونتال ليجمنت. مجرد ما البيشنت ده بنشل التروما الوضع بيتحسن جدا. شفتها في بيشنت كانت عامله فينير والفينير كان عالي جدا وكان مضايقها، وعمل لها تروما للور انسايزرز، مجرد ما عملنا سيلكتيف جرايندنج، ومجرد ما عملنا، مع ان هو كان عايز يغير طبعا، مجرد ما عملنا سيلكتيف جرايندنج وبصينا لقينا اسبوع اتنين ابتدت الليجن تختفي ومفيش لوس اوف فيتاليتي ومفيش اي حاجه. لو انا جيت بصيت على السنه دي والبيشنت بالمنظر ده وجيت لقيت ان البيشنت بالشكل اللي قدامي ده، ممكن اتخيل ان البيشنت محتاجه ريتريتمنت، او ممكن اتخيل ان الاندوم فالير، في حين ان انا لو بصيت على الصوره الحقيقيه اهي هلاقي ان الكيس دي
هي نفسها الكيس دي في اولها. فانا ما اقدرش اقول دلوقتي للبيشنت ده خلي بالك انت عندك دلوقتي برقبك راديولوسنسي واقول له انت محتاج تعمل لك ري تريتمنت وانا ما شفتش قبل كده. ففكره ان انا يبقى عندي صوره واحده او متخيل وضع واحد دي خاطئه جدا. اخر واحده دي عندي نفس الحكايه، لو انا بجادج من غير ما اخد بالي زي الصوره اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها حالا اهي، دي طبعا سيرجيكال ديفكت، ده مكان الجراحه مكان الابيسكتومي اللي كان معمول، فكل دول ريديلوسنسيز. لكن انا بسال ازاي وباخد هيستوري ازاي وبيبقى عندي بري وبوست وقبل العلاج واسسمنت، ده اللي بيفرق معايا ان انا في الاخر اوصل لدياجنوزس واقول له انت محتاج حاجه ولا مش محتاج. الليجن دي بتهيل، الليجن دي مش محتاجه مني ان انا اتدخل دلوقتي خالص. نفس الحكايه في الدياجنوزس وفي الدنتال بين، ده بيشنت عنده ابيكال ريديلوسنسي وسن اسيمتوماتيك، وده بيشنت عنده ريديلوسنسي وعنده سيفير بين. اوكي، المنظر ده انا ممكن افكر فيه ازاي؟ المنظر ده تيبيكال كوندنسنج اوستايتس. ايه سببها؟ سببها الانفكشن عندي وصلت للبلب واستفزت عندك الجهاز المناعي اللي هو كان كويس، وحصل ايه؟ حصل بالانس ما بين المناعه وما بين الفيريلنس بتاعه البكتيريا. فرغم ان المنظر ان السنه بادلي ديكيد، ورغم ان المنظر تحتها عندي ايبيك ريديلوسنسي وموجود عندي كوندنسنج اوستايتس تحتها حته سكليروزس محترمه تدل ان المناعه كويسه، الا ان الراجل اسيمتوماتيك. فانا اتخيل ان الوضع كويس، وممكن لو ما صورتش اكس راي للراجل ده وبصيت لقيت السنه بادلي ديكيد اشتغل اندو وانا مطمنه، وافاجئ ان البيشنت تاني يوم ورم. ورم ليه؟ عشان الكارثه اللي كانت تحت دي حضرتك دخلت في البالانس اللي ما بين الفيريلنس واللي ما بين الاميونيتي، انت دخلت ما بين الاثنين دول. طب هي فرقه يا دكتوره، ما انا كده كده كنت هعمل له اندو او كده كده كنت مثلا هعمل اكستراكشن. فرقه ان انا اقول للبيشنت على الاكسبكتد كومبليكيشنز، لاني لو شفت ده في الاكس راي وقدرت اشخص اللي قدامي صح، ما تعاملتش مع ان هو ابسس، ما تعاملتش مع ان هو ان الابسس طبعا ممكن يحصل له نفس الحكايه لو هي اسيمتوماتيك. لو انا ما صورتش وتخيلت لا طب تعالى طب تعالى نشتغل اندو، ما فرقتش ما بين انواع البين، تخيلت انها اسيمتوماتيك وفرحت وقلت ده انا حتى اشتغلت له من غير بينج، في بعض الاوقات تحصل اللقطات دي. فالكونديشن دي كوندنسنج اوستايتس. المنظر ده بيشنت جاي لي بحاجه زي كده، ابص الاقي الناس مثلا بتفكر في حاجات غريبه، مع ان مثلا دي تيبيكال لو اتاخد لها هيستوري كويس جدا بيريدونتال ابسس، دي مش حاجه اصلا خالص كانت جايه من الاندو. الناس هتقعد تتخيل انها جايه من الاندو وانها كذا، وممكن طبعا مش كل شيء وارد، بس بصوا المنظر بتاع البون لوس عامل ازاي هنا، بيريدونتال ابسس. ده كان علاجه ايه؟ ولا علاجه ان انا اشيل الاندو ولا ايده ولا حاجه من الحاجات دي. البيشنت ده كان علاجه ساعتها ان احنا نعمل سكيلينج او نعمل كيروتاج للبيريدونتال ابسس والموضوع انتهى، وبعد كده نبقى نشوف بقى اذا كنا هنحافظ على السن ولا مش هنحافظ. لكن دلوقتي في الاكيوت ستيج عملنا له الحاجات البسيطه دي والبيشنت هيتحسن. نفس الكلام عندي ريديلوسنسي موجوده، ريديلوسنسي موجوده، ريديلوسنسي دي نفس الكيس، كلهم ريديلوسنسي ماسكه اللاترال او ماسكه اللاترال سيرفيس بتاع الروت ونازله عندي في الايبكس. طب انا افرق ازاي؟ دي كانت فيرتيكال روت فراكشر يا دكاتره. ده بيشنت هتلاقي عنده سيفير بين اند بايتنج، وهتلاقي فيه موبيليتي في السنه. لو انا ما بعرفش اعمل اكزامينيشن واعتمدت على الراديوجراف، انا ممكن اقول مثلا ان هي حاجه في الاندو، وده للاسف اللي بيحصل كتير منكم. فالسنه دي انديكيتد فور اكستراكشن فيرتيكال روت فراكشر. السنه دي عادي جدا ممكن تكون مجرد ابيكال بيريدونتايتس، ومحدش يقول لي بقى يعني يا دكتوره هنعرف منين دلوقتي ان الوضع بيتحسن ولا ما بيتحسنش. ممكن الوضع على حسب التريتمنت، هي دلوقتي معموله قريب ولا من زمان، وفي ساينز وسيمتومز ولا ما فيش. الراديوجراف مصمطه كده ليس لها قيمه، راديوجراف مصمطه ليس لها قيمه يا دكاتره. دي نفس الكيس اللي كانت من شويه كنا بنتكلم فيها حالا، بيريدونتال ابسس، ورغم ان هي برضو الريديلوسنسي بتاعتها مش هتوحي لك بحاجه زي ما انت فاكر. ايه تاني في الدنتال بين بقينا بننساه مع ان هو بقى بيجي كتير جدا دلوقتي؟ النون كيريس توث سيرفيس لوس. كتير جدا من البيشنتس يجي لك العياده عنده سنسيتيفيتي، والاقي كل الاسئله بتدور حوالين ايه؟ بص اكيد انا عنده جينجيفال ريسيشن، اكيد انا مش عارفه ايه، في حين انا واحده من الناس عندي ايروجن سيفير. اوكي؟ يعني عارفه السنسيتيفيتي بتاعت الايروجن عامله ازاي، لدرجه ان اوقات الواحد بيقفل بقه بالساعات. انا عارفه طبعا مش مصدقين بعد الرغي اللي رغيته ده كله، مش مصدقين. بيقفل بقه بالساعات عشان السنسيتيفيتي السيفير بتاعت الايروجن.
فلما يجي البيشنت يقول لك انا عندي سنسيتيفيتي، تقعد انت تدور على جنجيفال ريسيشن وما تاخدش بالك من اللاسترز اللي موجوده، اللمعه اللي موجوده، حتى لو ان كانت في الاول اوقات البيشنت يبتدي يحس باحساس الهواء يضايقه، الحاجات الساقعه تضايقه وانت مش واخد بالك، عشان مش عارف الشكل في الاول عامل ازاي. انت مستني العين يجي لك ضايع زي الحالات اللي قدامنا دي، مستني العين يجي لك عنده اروجن محترم في سيرفيسز زي البوستيريور سيرفيسز، الاكلوزال بتاع البوستيريور تيث، او يكون عنده مالتيبل نون كيريس تيث سيرفيس لوس زي الكونديشن دي. كتير من العين ما يبقاش عنده اروجن بس، ليه؟ العين يكون عنده ارتجاع، او يكون العيان عنده فوميتنج او اي مشاكل اخرى، او بعض الامراض زي البوليميا نيرفوزا والحاجات دي. فالمريض ده بيعمل جريمتين، الجريمة الأولانية إن هو، أو يعني الأولى مش بسببه، إن هو يبقى عنده أسيديتي عالية أو يحصله vomiting، فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يعمل brushing، فالbrushing في وجود الأسيديتي يعمل abrasion، فنشوف المنظر المرعب ده. فأنا بكنترول one habit أو أفكر في الأسيديتي وأقوله لأ بص أصل أنت عندك حموضة، وأقعد أفكر في الكلام ده وانسى الهابت التانية اللي هو بيستخدمها أو بياخدش باله منها زي البراشنج اللي احنا بنقولها كل يوم والتاني بس بننساها في حالات الناس دي اللي بتبقى مضيعة الدنيا عنده مخليه الوضع سيء جدا. الباترنز نفسها بتاعت الإروجين بتقولي أنا بتعامل مع إيه؟ يعني دايما مثلا الانترنسنج اللي هو جاي من الرفلكس أو الحاجات دي دايما ألاقيه مأثر على اللور بوستيرير وعلى الأبر بتاع أو البالتال بتاع الأبر انسايزرز. لكن لما لاقي حاجات مأثرة على الليبيال سيرفسز زي الصور اللي قدامي دي بفكر إنها اكسترنسك، بفكر ان العين ده كمان عنده فوميتنج مش مجرد ريفلكس، فمع الفوميتنج ومع البراشنج او حاجات انترنسنج من الدايت، فده يعرفني انا اللي همانج العيان ده ازاي. امثله طبعا المشاكل البيرودونتال اللي قلنا عليها، انتوا عايزين تقولوا لي هو في حد يا دكتوره ما بيبقاش عارف يعمل دايجنوزس لبيرودونتال ديزيز؟ يس، اول ذا تايم، اول ذا تايم. شكوه البيشنت في البيرودونتال ديزيز مش لازم تيجي يقول لك انا اسناني بتتلخلخ، مش لازم. شكوى البيرودونتال ديزيز ممكن تبقى هاليتوزس، بيرودونتال ديزيز ممكن تبقى بليدنج، وممكن لا على حسب البيشنت، مثلا ممكن يكون سموكر، ممكن يكون الدنيا بقت فيها فايبروزس فالوضع مش زي ما انت فاكر. فشكوى البيشنت في البيرودونتال ديزيز من ارخم الشكاوي. ممكن البيشنت يقول لك سناني بقى فيها سبيسنج فجاه يا دكتور، فانا كتير من الناس اجي اسالهم حاجه زي كده ما يركزش، يقعد يفكر انها سنه ميسنج، سنه اتخلعت، او مش لازم يقول لك فيها سبيسنج، يقول لك سناني او فيها مسافات، يقول لك سناني شكلها اتغير، انا شكل الضحكه بتاعتي اتغير. اوكي، فلو مش قادر اميز الشكاوي المختلفه اللي هتندب لبيرودونتايتس او كرونيك بيرودونتال ديزيز، الجنجيفاريسيشن اللي احنا بنتعامل معاه ان هو جزء من البيرودونتال ديزيز وفقط، في حين ان هو ليه اسباب بعيده عن البيرودونتال ديزيز. انا واحده من الناس برضو عندي ثين جنجيفال بايوتايب، يعني مش عايزه اقول لكم اللور انتيريرز عندي ابتدت دلوقتي ايه تتبهدل جامد جدا مع الايروجن، حاجه جميله جدا. فلازم اخلي بالي ان في نيتشر كده، في هابتس، اوكي، في نيتشر ابص الاقي حصل ريسيشن للجمز، مش لازم يكون بريدونتال ديزيز. في ناس بيبقى عندها هابتس، اوكي، الاكسسيف براشنج طبعا اشهرهم، وبعض الهابتس ان هو يمسك حاجه معينه ويبتدي يضغط على الجنجيفا طول الوقت. ففكره ان انا ابقى مراجع الحاجات دي وفاكرها وبسال عليها عشان اعرف انا رايح فين قبل ما ابعت البيشنت ده يصور بانوراما ولا كومبيم عشان عنده بريدونتال ديزيز، لازم اتليست اعرف انا في انهي سيتويشن. This is gingival bleeding ودي gingival bleeding. دي condition gingival bleeding عادية جدا، gingivitis على فكرة، و sorry دي gingival bleeding gingivitis، ودي عندي حاجة تانية. يعني شوفوا two conditions دول شبه بعض، والاتنين two different cases جايبهم من two case reports مختلفة. خلاص المنظر اللي قدامي ده اهو واضح جدا ان هو oral hygiene مش كويسة، واضح شكل gingiva gingivitis، والمنظر اللي قدامي الناحية التانية دي acute necrotizing ulcerative gingivitis. لو أنا ببص بس على clinical picture، لو أنا ببص بس على بق البيشنت من غير history، الكل هيتساوي. وزي ما بقولكو لو أنت اعتمدت قوي، أصل necrotizing gingivitis يا دكتورة بيبقى البيشنت عنده severe pain، في بعض الأوقات العيان بتاع الجنجيفايتس عادة ما بقاش عنده بين، صح؟ بس في بعض الأعيان بيإكزجريت لأنه بيبقى مخضوض، يقولك أنا بصحى من النوم بلاقي بقي كله دم، أنا مش عارف إيه اللي بيخلي بقي كله دم. فأنا هدفي إيه من الكلام ده عشان ما بقاش بتكلم كلام مرسل؟ أنا هدفي أقول إن كل حاجة لوحدها ناقصة، كل حاجة لوحدها ناقصة. هيستوري من غير إكزامينيشن ناقص، إكزامينيشن من غير هيستوري محترم ناقص، راديوجراف من غيرهم مصمتة ملهاش لازمة، راديوجراف من غيرهم ساعتها كل حاجة هتتساوى.
منظر زي ده. طبعا الدراي سوكت عندي من الأمثلة الشهيرة جدا. المنظر ده يمكن ما تشوفهوش كتير، لكن للأسف الواحد بقى كل يوم والتاني يشوفها. ده منظر الأوستيونيكروزز. الأوستيونيكروزز اللي بيحصل دلوقتي بنشوفه سبونتينيوس. يعني إيه؟ يعني مش شرط أكون خلعت حاجة ولا عملت أي حاجة للعيان ده ونتفاجئ إن هو يحصل له نيكروزس أو رانج ميديكيشن ريليتد أوستيونيكروزز، زي ما انتوا شايفين الكيس دي، ولا خلعنا ولا عملنا حاجة وحصل فيها نيكروزس من غير أي حاجة بسبب الأدوية اللي بياخدها. بص المنظر عندي في البانوراما عامل إزاي. دي من ضمن الحاجات اللي تيجي في بالنا، لأن احنا أوقات لما بنشوف حاجة زي كده ما بنبقاش عارفين ده ممكن يكون إيه أصلا. يعني هو معقولة يكون جزء من البون مكشوف ومش عارفين ده هو إيه أو قادرين نميز؟ النون دنتل طبعا احنا عندنا الليستة تطول في النون دنتل، وقلنا أمثلة عليها زي الفاسكولر وزي زي المايجرين. قلنا طبعا اشهرهم التي ام جي، وزي ما قلت لك ما بتعرفش تعمل اكزامينيشن للتي ام جي ستيب باي ستيب، يبقى ما تطلبش من العيان انفستيشنز، ما تعملش للعيان نايت جارد، لازم تحوله للسبيشاليست عشان يشخص ايه المشكله اللي عنده ويعالجها من فضلكم. تراجمينال نيورالجيا من الحاجات كتيره جدا اللي شبه الدنتال بين، وللاسف برضو بنخطئ في تشخيصها. لما نعرف ان انا عنده تراجمينال نيورالجيا لو سمحتوا نكف ايدينا عن العيان. في بعض الدياجنوزس في الدايليما اللي احنا بنتكلم فيها هدفي ان انا اعرفها واحولها، ده دورك انت خط الدفاع الاول. انواع الهيدك، فيه هيدك كتير جدا بيأثر لي على الاريا. خلي بالك هو اصل الاوروفيشال بين حته واحده، فممكن ابص الاقي العيان عنده ساينوسايتس طبعا مأثر لي جامد جدا على الابر تيث، ممكن ابص الاقي عنده مايجرين ويبقى العيان تعبان وموجوع وحاسس بالام قريبه من التي ام جي وهماه ومديه احساس ان هي ليها علاقه بالمنطقه عندنا، ويجي يقول لك الالم يونيلاترال. ففكره ان انا ابقى اوير باللي بيحصل في الارض بتاعتي في الاوروفيشال بين حتى لو باي نيم، انواع الهيدكس المختلفه this is a very important. بعض الان اكسبلايند كونديشن زي المايوفيشال بين والاتيبيكال فيشال بين، الحاجات دي بيور سايكولوجيكال على فكره وبيور سايكوجينيك. البيرنينج ماوث اللي بيبقى من غير اسباب دي برضو بيور سايكوجينيك. في واحد ممكن يبقى عنده حرقان عشان عنده ألسر، واحد عنده حرقان عشان عنده مثلا ليجن. اوكي، فالفكره دي نفسها خلاص بنبقى عارفين المشكله ونحلها. لكن في ناس بيبقى عندهم سبيرنج ماوث سندروم، دي حاجه سايكوجينيك، ما نلاقيش عنده اي انيميا، ولا نلاقي عنده اي ديزيز لوكال، ولا نلاقي عنده مثلا اي هيستوري اوف تروما ولا اي حاجه موجوده، ومع ذلك عنده سيفير بيرنج. البيشنت دي ما بتكذبش، البيشنت دي عندها سايكوجينيك بروبلم. هشخصها ازاي؟ بالاكسكلوجن. بس انا عمري ما هعرف اشخصها اذا ما كنتش اوير بيها اصلا، اذا ما كنتش اوير ان في حاجات سايكوجينيك لازم اعرف انها بتاثر لي فعلا، والعيان يبقى مصدق ان هو تعبان وموجوع. كرينيال ارترايتس اللي بيبقى عنده بين في التي ام جي وعنده صداع، ونكتشف في الاخر ان التمبرال ارتري هو اللي حصل فيه انفلاميشن وبيبقى بالببل، وممكن لا قدر الله ويذن دايز العيان ده يتعمي لو ما لحقناهوش. مين اللي هيلحقه؟ اول واحد جاله الدكتور السنان اللي قال له يا دكتور انا عندي ليميتد ماوث اوبننج، قال له يا دكتور انا التي ام جي وجعني، وكل ده يطلع في الاخر سببه كرينيال ارترايتس. مش هوصله للناس دي ومش هحميه اذا ما كانش عندي المعلومه الكافيه. دي الدنتال ان اوريجين، دي الحاجات اللي سببها الاسنان. والحاجات النون دنتال ان اوريجين اللي ملهاش دعوه خالص بالاسنان برضو من الحاجات بقى الاورال، رغم انها مش ليها دعوه بالسن، اللي هي الميكوزال، وانا مش هتكلم فيها كتير لان احنا هنعمل ليكتشر ان شاء الله ريدن وايت باتشز، لكن برضو هتكلم فيها على المايت بابنج. اشهر حاجه بتواجهنا في العياده ببساطه الالسرز ريدن وايت باتشز التيشو لامس. انا يمكن هتكلم على ريدن وايت ليجنز لوحدها في ليكتشر ان شاء الله، لكن برضو يهمني نخرج بالموضوع ده بالماين باب. يعني اكتر حاجة بنشوفها هي الالسرز، والالسرز لو جيت رتبت افكاري فيها او الميكوزا ليجين بصفة عامة جينا افكارنا فيها الاروجنز والالسر، وهوريك صور للفروقات البسيطة ما بينهم. لكن لازم ابقى اوير ان في حاجة كده وفي حاجة كده. ممكن الاقي سنجل ألسر، اوكي سنجل ألسر دي ممكن تكون يعني لازم ارتبها جدا، لازم اعمل مايند ماب في دماغي لان دي اشهر حاجه بشوفها. ممكن تكون بسبب التروما، ممكن تكون افثس ألسر، وخلي بالكوا الافثس ألسر مش سببها التروما، افثس ألسر لوحدها ليها ريسك فاكتورز لكن مش سببها التروما. لازم اراجع الادويه، واي دواء في الدنيا براجعه عشان في دراج اندوست ألسريشن، اي دواء في الدنيا براجعه يا دكاتره لازم اعرف بياخده من امتى،
غير الجرعة أو الدوز بتاعته قريب ولا لأ، لأنها أوقات بتفرق. خد أدوية جديدة معاه ولا لأ، لأن ممكن يكون الانتر أكشن هو اللي زود البوتنسي بتاعة الدواء فطلع لي المانيفستيشنز دي النهاردة. فأي دواء في الدنيا لازم أسأل الأسئلة الثلاثة دي. طالما عنده سنجل أرسل لازم أسأل برضو على أي سكين ديزيز، تطلع لك أي ليجنز موجودة، أي انفكشوز ديزيز. طيب أمال لو كانت مالتيبل ألسرز؟ تقريبا نفس الأفكار، بس أول حاجة دايما أفكر فيها فيرال انفكشن، أفثس، ما هي الأفثس بتطلع سنجل وبتبدأ تطلع مالتيبل، تاني لدراج انديوزد، تاني لسكين ديزيز. أوكي، تاني لدراج انديوزد، تاني لسكين ديزيز. والمايند ماب الجنرال اللي هفكر فيها للريد اند وايت، قلت لكم انا هتكلم ان شاء الله عليها المره لوحدها في الليكتشر الاخيره، ان انا لازم افكر بالترتيب رياكتيف انفكشن. طب هي مش حاجه رياكتيف زي مثلا الكيراتينايزيشن او السموكر كيراتوزيس، يبقى انفكشن مثلا زي الكانديدا، يبقى حاجه مرتبطه بسيستميك ديزيز مثلا زي الجي اي تي ديزيز، او حاجه مرتبطه بسكين ديزيز، او حاجه ميديكيشنز. أنا دي الأسئلة الرئيسية اللي لازم أجاوبها وأنا بسأل البيشنت. البيجمنتيشن بصفة عامة يمكن مش الحاجات الكومن، لكن أنا قبل ما حدد إيه هي يعني أسأل البيشنت أسئلة، الله يكرمك حدد لونها إيه. ريد بنتكلم في حاجة زي البلد خارجة من مكانها أو الليجن نفسها بلادي، بنتكلم في براون بيجمنتيشن زي الميلانين، بنتكلم عندي في بلو أو بيربل. قول لي الله يكرمك أنت شايف لون إيه قبل ما تجمب، لأن مثلا بنتكلم عن حاجه زي الهيمانجيوما هي مش ريد، واغلب الليجنز الريد او البيجمنتيشن الاقي الناس تقول هيمانجيوما هي مش ريد. اوكي، فالفروقات البسيطه دي هي اللي هتسهل لك في فكره الديفرنشال دياجنوزس. اللمس عندي لو برضو احط لها مايند ماب بشكل رئيسي، لو احط مايند ماب ليها اي سويلنج، انا طبعا التقسيمه دي انا اللي بعملها كده مع نفسي، يعني بحس ان ده المنطقي. اي سويلنج يا بتكلم فيه اكسترا اورال يا انترا اورال. السويلنج الاكسترا اورال عندي المنطقي رقم واحد افكر فيه الفيشال سبيس انفكشن، ده احنا مصدر رئيسي للانفكشن. اي سويلنج اكسترا اورال برضو لازم اراعي ان في تيشوز موجوده، في كائنات حيه عايشه معانا اكسترا اورال زي اللبس زي السليفر جلاند، فالحاجات دي ابص عليها سريعا. طيب انترا اورال، انترا اورال سوفت تيشو لامبس او هارد بوني لامبس، او برضو عندك سليفر جلاند، يعني دي حاجه سريعه كل يوم هتشوفها في العياده. انا مش جاي اكلمك على ال 33 الف ديزيز اللي تحت الحاجات دي، لكن اكسترا اورال رقم واحد فيشل سبيس انفكشن، عندك اذر تيشوز ايسا معاك زي اللبس والسليفر جلاند. طب انترا اورال عندك سوفت وعندك هارد بوني وعندك سليفر جلاند تاني. اي بقى سويلنج من دول، اي لامبس من دول جوه ولا بره، جنرالي بقى عشان اسال نفسي الاسئله الصح، صادن ولا جرادول، عشان هتفرق اذا كانت حاجه انفكشوس ولا كانت حاجه زي التيومر وتيشوس. سوفت ورا هارد عشان انا عايزه، وانا مش عايزه اقول كلمه فيرم دلوقتي، انا عايزه سوفت ورا هارد لان دي التقسيمه الرئيسيه. احنا بنتكلم في حاجه سوفت خارجه من السوفت تيشوس ولا هارد خارجه من البون وباينه لك دلوقتي. اوكي، ده قصدي، بغض النظر ان مثلا السوفت ممكن تبقى سوفت ليجن بس فيرم شويه عشان في البلد، مش ده هدفي، لكن هدفي ان انت كراجل تبقى قاعد مقسم التقسيمه دي في دماغك. بين في الاورنات، لان طبعا ده يهمني جدا. في اذر ساينز وسيمتومز، في تنميل، في باراثيزيا، في دراي ماوث، في اذر ساينز وسيمتومز تخليني افكر. فدي برضو المايند ماب الرئيسيه اللي انا اتفقت معاك ان انا عايزك تحطها في دماغك وانت شغال او انت بتشخص حاجه زي كده. طب هتيجي نشوف منظر للالسرز اللي احنا اتكلمنا عليها الحاجات الرئيسيه، ومناظر لللمس اللي احنا برضو اتكلمنا عليها، يعني ده عندي هو multiple ulcerations. لو هفكر في حاجة زي كده هفكر في multiple aphthous ulcer وهكذا، هفكر في أو الherpetiform aphthous ulcer، هفكر يا سيدي viral infection. أخلي بالي من الفروقات البسيطة زي أن أنا أميز ما بين الفيسيكلز اللي بتطلع قبل الفيرال انفكشن، يعني دي فيسيكلز وشويه وهيبان شكل الالسريتر، لان الفيسيكلز دائما في الاورال كافيتي مصيرها الى الزوال. فخلي بالي ان ممكن الالسرز دي كان قبليها حاجه ولا ما كانش قبليها حاجه. وانا برضو مش هتقل عليكم في الالسرز النهارده لاني هتكلم عليها ان شاء الله في ليكتشرز لوحدها. ادي دي الالسرز مرتبطه بسكين ديزيز زي البنفيجس، مالتيبل الالسريشن مرتبطه بفيرال انفكشن، مالتيبل الالسريشن مرتبطه بفيرال انفكشن يونيلاترال هيربس زوستر. اوكي، مش ulceration، ده منظر عندي الجيوغرافيك تانج اللي انتوا كلكم عارفينه، منظر الجيوغرافيك تانج اللي انتوا كلكم عارفينه. بصوا المنظر بيطلع كمان عندي مش لازم في التانج، بيطلع عندي جلوسايتس ميجريتوري
ليجنز بتبقى موجوده عندي في الميكوزا. شوفوا عشان تتخيلوا حاجه زي كده، لما حد يجي ديسكرايب هيقول ألسر، وهي مش ألسر، يعني هي صورته في كده في ريثيما إروجي، لكن مش ألسر. اوكي، برضو من الحاجات اللي ممكن اشوفها الاقي ناس بتوصفها انها ألسر نيكوتينيك ستوماتايتس، هي مش ألسر، هي بتبقى انفلاميشن في السليفر جلاند اللي موجوده عندي وتديني شكل شبيه بالألسر لكنها مش ألسر. حط في دماغي الحاجات البسيطه دي. إروجنز، شفتوا الإروجنز عامل ازاي سوبرفيشال ازاي عن الألسريشن، وده بيدلني ان الليجن دي في الغالب كانت قبل كده فيها ايه، ممكن تكون كانت قبل كده فيها فيسيكلز، فلما ربشرت عملت لي فقط إروجن. وبرده مش عايزاك تدخل ان ديبث، انا فقط عايزاك تميز ان في حاجه اسمها ألسر، عشان ده هيوديني في ديفرنشال، وفي شكل للإروجن، وده هيخليني افكر في افكار اخرى، وفي حاجات شبههم زي مثلا الاستوماتايتس نيكوتينا، زي الماجريتري جلوسايتس اللي ممكن يديني حقات ان دي ألسر وهي مش ألسر. اوكي، الميجر افثس ألسر، سنجل ألسريشن. شفتوا الفرق ما بين الافثس ألسر والتروماتيك ألسر باين ازاي الشاربس بتاعتها؟ اوكي، حاجه زي السيفاليتك برضو شكل المارجن بتاعتها رغم انها مش كومن ومش عايز اكلمك فيها كتير، لكن عايزك تعرف ان الحكايه مش ألسر وبس، في اشكال كتير، لقطه تخليني اعالج المريض ولقطه تخليني احول لسبيشالست. اوكي، ده منظر السيكونس الطبيعي عندي، الفيسيك الموجوده اللي عاده ممكن اشوفها بالمنظر ده وابقى متخيل ان دي اول القصه في حين ان دي اخر القصه. فعشان كده لازم دايما اكونسيدر المايند ماب اللي انا لسه قايلها، اللي هي ايه، افثس، تروماتيك، سكين ديزيز، سيستماتيك ديزيز، دراج انديوست. ودراج انديوست دي شهيره جدا، ادي منظر السكين ديزيز، بصوا ده جي اي تي ديزيز طالع مع ألسريشن اللي هو الكرونز. دروج انديوست دي شهيره جدا بعد عمليات الامباكشن، تلاقي المريض اترازع نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري للصبح وانتي بايوتيك للصبح، ونون ستيرويد من الحاجات الشهيره جدا اللي بتنديوس ألسريشن، بتنديوس ألسريشن، برضو ده دراج انديوست ألسريشن. فلازم اراجع الميديكيشنز كل مره. طبعا دي حينما تخيب كل الظنون، خلاص كل حاجه ما بقتش موجوده، وصلنا في الاخر ان احنا عندنا ألسر وذاوت كوز، دي سكويموس سيل كارسينوما. اوكي، سكويموس سيل كارسينوما، عشان دايما نقول ان مش بالشكل، شوفوا شكلها عامل ازاي، شكلها ممكن يكون عادي، ما اخدش بالي ان هي شكلها كارثي. اوكي، دي حاجه بقى انا هسيبها لكم تفكروا فيها وتكتبوا لي بقى في الكومنتس. دي ألسر برضو، شايفين شكلها عامل ازاي، سموكر دايابيتيك بيشنت وذ فيري سيفير بين. اوكي، عايزاكم تفكروا كده وتقولوا لي ممكن نوصل لايه من الحاجات اللي انا قلتها، وتسالوني انتوا بقى الاسئله اللي انا قلتها بتاعه الاكزامينيشن. فالكيس دي انا سايبها لكم كده تفكروا فيها، سموكر دايابيتيك مان وذ فيري فيري سيفير بين. التيشو لامس، احنا اتفقنا انا وانتوا ان التيشو لامس بيبقى اسبابها ايه عشان ما نبقاش ناسيين. قلنا اكسترا انتر، قلنا الاكسترا اورال عندك فيشل سبيس، وقلنا الانترا اورال واذر تيشو زي اللبس والسليفر جلان، وقلنا الانترا اورال عندك تيشو لامس يا اما هارد بوني تيشوز. القاعده الاولى دنتال فيرست، القاعده الاولى في المايند ماب، الله يكرمك راجع كل ما يخص الدنتال فيرست الاول، الدنتال الاول، الدنتال كوزز الاول. اوكي، عشان قبل ما ادخل في دايليما تانية واقعد ادور على حاجات مش حقيقيه، لازم الدنتال فيرست الاول، اتاكد ان ما عنديش انفكشن في المكان ده، اتاكد ان ما فيش حاجه مش سنه معينه هي اللي خارج منها الليجن دي، قبل ما افكر بقى في فكره سادن ورا جرادول عشان اشوف هو انفكشن ولا تيومر ولا رياكتيف ولا الحكايه فيها ايه، افكر سوفت ورا هارد عشان اشوف الاوريجن بتاعه جاي منين، افكر فيه الم ولا لا، واللينف نود في الحاله دي بتبقى مهمه جدا ان احنا نعملها اسسمنت. منظر زي ده فيشال سبيس انفكشن، منظر زي ده مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا من الانلارجمنت اللي موجود، دي تيبيكال جوجرين كيس، ولو خدتوا بالكم من عينيها هتلاقوا عينيها فيها احمرار وفيها انكسار، دي تيبيكال جوجرين كيس، السليفري جلاند حصل فيها انلارجمنت، مش معنى كده ان احنا نقول عليها ان هي انفكشن. نفس الحكايه، this is a typical gradual salivary gland enlargement. اوكي، this is a typical بوني انلارجمنت، وطبعا ده بنعرفه لما نيجي نعمل نشوف الكونسيستنسي بتاعته. فتيبيكال اكزامبل للبوني انلارجمنت اللي في الغالب في الحاله دي، مش في الغالب، ده لازم هيحتاج راديوجرافيك اسسمنت عشان ممكن نشوف حاجه زي سنترال جاينت سيل جرانيولوما. السيمبل سوفت تيشو لامبس اللي انا قلت لك عليها، لازم دايما افكر بالترتيب، الترتيب اللي هو يقول لي ايه، رياكتيف الاول، حاجات الرياكتيف زي مين، زي الليف فايبروما اللي قدامي من الدنشر، زي الإبلس فيشراتا من الدنشر، زي بايوجينيك جرانيولوما
باجان الجرانيوم من الحاجات الكومن اللي بنشوفها كتير جدا، بنشوفها عندي في التانجا، اشوفها عندي الكومن سايت اللي هي بتطلع في الجنجيفا، زيها زي مثلا الاريتيشنال فايبروما او الترو تيومر فعلا بتاع الفايبروما. فدايما انا يهمني المايند ماب، مايند ماب الاول، حاجات الرياكتيف هي الاشهر، ففكر فيها، في حاجه بتحصل بتطلعها. ممكن يبقى عندي فعلا ترو تيومر زي مثلا الفايبروما، زي اللايبوما، اوكي، زي الهيمانجيوما. فالحاجات دي كلها بتستدعي مني ان انا اكون عارف الكرايتيريا. الحاجات الرياكتيف كومن جدا يا دكاتره انها تتغير في الحجم وتصغر وتكبر، لكن عمر التيومر ما هيصغر لكن يكبر. اوكي، زي ما قلت لكم انا ببص دايما في اللمس للاكسترا اورال تيشوز كمان، ما انساش ان انا عندي لبس ممكن تكون بتكبر نتيجه الرجي، انجيوديما، بعض الامراض زي الكرونز او الانفلاماتوري باول ديزيز، بيحصل اللارجمنت لللبس بيبقى فايبروتيك، مش لازم يعني تكون بس انجيوديما، في بعض الامراض السيستميك بيجي معاها لبس ويلنج زي الهايبوثيرويديزم، وزي الكرونز ديزيز بيحصل مع اللارجمنت في اللبس. فلازم اكون اوار ان انا عندي تيشوز تانية ممكن تكبر او ممكن يحصل لها كده. عشان نجمع بقى كل اللي قلناه، I hope ان الكلام ده يبقى everyday practice، history, examination, investigations. مفيش واحدة فيهم تغني عن التانية، وما ينفعش اجمب، ما ينفعش اوصل للinvestigation ولا اوصل لdiagnosis وانا معدي كل الخطوات دي. البداية الاولى لازم اكون عارف النورمال، اوكي. الحاجة التانية لازم أكون أعرف أكون السيناريو بتاعي، ما استناش حد يوجهني. المايند مابس بشكل رئيسي لازم يكون عندي خطة، أنا رايح فين، إيه الفروقات ما بين الحاجات دي، وأنا متجه أنهي اتجاه. أوكي، لازم يكون عندي أسئلة، هذه الأسئلة تنتهي إلى أبواب. من الحاجات اللي بشوفها مهمة لو أنت عايز تبص على موضوع الدياجنوزز جنرال، هو كتاب الأورال دياجنوزز العظيم اللي هو الكلينيشن جايد. كتاب يخلص فعلا في ساعة ونص ساعتين من كتر ما هو بسيط وممتع، وتقدر ترتب فيه أفكارك في الدياجنوزز. كتاب الأورال ميديسن بتاع الاسكالي فيه مايند مابس تحفة تمشي فيك من الألف للياء. أي حد في الدنيا عايز يبص على ديزيز، عايز يبص على ليجنز، عايز يبص على even diagnosis of the caries, even simple diagnosis of the periodontal disease، لازم يشوف كتير. طب اشوف كتير دي ازاي؟ الكالر اطلس، يعني مش لازم اشوف حالات حقيقيه طول الوقت لو انا مش قادر، بس اتليست اشوف الكالر اطلس. فدي الكالر اطلس اللي انا بحبها وبحس انها كويسه وجامعه الحاجات كتير. stay safe stay at home، هستنى اسئلتكم تكتبوها لي. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الليكتشر الثالثه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.